بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. نرحب بالأخ أحمد عبيدات، رائد في دائرة الجمارك في مديرية القيمة، وهو الأمانة يعني من خيرة الشباب اللي في دائرة القيمة، وأنا بعتبره من مختار القيمة، مع الاحترام والتقدير لكافة الإخوة. وطبعا بنشكر دائرة الجمارك على التعاون التام في موضوع النشر الوعي الجمركي، تجنب القطاع التجاري من الوقوع في الأخطاء، وأيضا حماية الشركات من أي غرامات وتمكينها للاستمرار في عملها وخدمة بلدنا الأردن. طبعا القيمة من المواضيع المهمة والجدلية الدائمة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وطبعا هناك تفاصيل، ولكن أيضا هناك نقول آليات لابد من اتخاذها حتى يتم إثبات سعر الصفقة لقبولها من قبل دائرة الجمارك. وطبعا لا شك أنه في القيمة هناك صفقات بتتم، كميات أو حالات متعددة في البيع، ممكن أنه الإنسان يحصل على قيمة أقل، لها معايير وإلها ضوابط، ولكن ما هو مطلوب من التاجر والاقتصادي إثبات آلية الشراء، سواء من عروض الأسعار، الفواتير، الاعتمادات، الصنف، الكمية، التفاصيل هاي. طبعا سيقوم الأخ أحمد بتزويدنا وشرح هاي التفاصيل، وأيضا موضوع الاتفاقيات وكافة الأمور المتعلقة والمرتبطة في القيمة. الاستفادة من هذا الموضوع لابد من المشاركة، وخاصة في موضوع القيمة. وأيضا للإخوة الذين لم يتمكنوا من حضور المحاضرة بصورة مباشرة، بإمكانه الرجوع إلى موقع الفيسبوك للغرفة للاطلاع على هذه المحاضرات والاستفادة منها والمادة المتعلقة فيها. أهلا وسهلا أخ أحمد. دائرة الجمارك يعني شريك استراتيجي في دعم الاقتصاد، ومن أهم أهدافها حماية الاقتصاد، يعني في حالات الإغراق يعني دائرة الجمارك هي معنية في حماية السوق فيما يتعلق بالمستهلك والتاجر، وأيضا الإيراد المتعلق بالخزينة. كل الترحيب بالأخ أحمد، ونحن كلنا أذان صاغرة. الله يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية سيدنا. طبعا نحن سعيدين بهذا اللقاء والتعاون اللي بيتم بيننا وبينكم. صدف قبل هيك احنا طبعا كان إلي تعاون هون، وقدمت مادة القيمة، وكنت بمنتهى السعادة. نثني على الموجودين، كل الأعضاء اللي موجودين عندكم، العاملين على ما قدموه لنا من تجهيزات، من وإن شاء الله. طبعا موضوع القيمة بدنا نحكي انه المادة هاي، مادة القيمة احنا قاعدين بنعطيها خلال ثلاث ايام بمعدل 5 ساعات يوميا. احنا اليوم مضغوطين شوي بموضوع الوقت، بس ان شاء الله شو في مجال انه نقدم بهالثلاث ساعات، احنا جاهزين. والله يعطيكم الف عافية سيدنا. خلينا نبلش. طبعا موضوع القيمة، اول شيء بدنا نحكي عن موضوع الهدف من القيمة، التطور التاريخي للقيمة، القوانين الدولية التي تحكم عمل القيمة، تاريخ الاتفاقيات، وأهمية القيمة بشكل عام. طبعاً بالبداية كمفهوم قيمة، أو خلينا ندخل على موضوع القيمة. موضوع القيمة بالبداية كان أنظمة متباينة مش مفهومة، لا تحكم عمل، يحكم التحكم بعمل القيمة من خلال خلينا نقول قوانين، أو مش قوانين، أسس معينة لا تعتمد إلى القوانين. بعد هيك بلش في تحالف مجموعة دول، بعدين أجت اتفاقية الجات في المادة السابعة، بعد هيك الاتحاد الجمركي الأوروبي، بعدين تعريف بروكسل للقيمة. طبعاً كان خلينا نوقف وين كانت مفهوم القيمة، تشمل على خلينا نقول لا تعتمد على أي موضوعية بالعمل، كانت تعتمد على القيم، أعلى قيم موجودة عندنا يعتمدوها ويأخذوها كقيمة بضاعة. بعد هيك أجت اتفاقية الجات عام 1981، مفهوم القيمة الجديدة. بداية التسعينات كانت منظمة التجارة العالمية.
طبعا القيمة الجمركية للبضائع يجب أن تخضع للقوانين الوطنية للدولة، وعندما تكون هذه الدول أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية فإن القوانين الوطنية للتقييم يجب أن ترتكز على وسائل منظمة التجارة العالمية، وهي زي ما حكينا اللي هي المادة السابعة من اتفاقية الجات. خلينا نحكي عن ما هي مبادئ الجات. مبادئ الجات طبعا تحتوي المادة السابعة من الجات عام 1994 على المبادئ الأساسية للتقييم الجمركي، حيث أن القيمة الجمركية للبضاعة لا يجب أن تكون مستوحاة أو خيالية استبدادية، بل تكون صحيحة ومعتمدة على القيمة الحقيقية للبضاعة القادمة لهذا البلد، ويجب أن تكون مأخوذة من سعر أو عرض سعر في الأجواء التنافسية الحادة بين التجار. طبعا في عندنا مفهوم اتفاقية الجات والدبليو تي او. هسه بشكل عام دبليو تي او اللي هي منظمة التجارة العالمية أوسع، إذا بنطلع هي أوسع بمفهومها من اتفاقية الجات. مثلا اتفاقية الجات مخصصة لغرض معين، بالتالي هي مؤقتة، لم يصادق عليها في خلينا نقول نواب البلدان الأعضاء، لا تنص على إنشاء منظمة ما. طبعا هي مخصصة ببضاعة بالسلع فقط، نظامها مش واضح وبطيء لتسوية المنازعات، أسلوب عمل لا يتصف بالشفافية، ليس لها أحكام صفة الإلزام، وبالتالي بنلاحظ إنها مش بالقوة اللي موجودة فيها قوة WTO. WTO بالمقابل هي منظمة دولية اتفاقياتها دائمة، لأعضاء الدول صادقت عليها، لها أساس قانوني متين، تضم أعضاء المنظمة، تختص بالسلع والخدمات والملكية الفكرية. بالإضافة لذلك WTO هي نظام لتسوية المنازعات، بالتالي كمان من ضمن الميزات التي تعتمد عليها WTO هي أسلوب عمل أكثر تلقائية بسبب وضوح أعماله. طبعا لا يمكن وقف أو تجميد أحكام هذه المنظمة. السؤال اللي بنسأل نفسنا إنه هل هناك أنظمة أخرى للتقييم الجمركي؟ يوجد، نعم، في قوانين وطنية للتقييم في بعض الدول لا تزال خاضعة للتعريف القيمة القديم الذي يعتمد على ميثاق 1953 الذي ينص على تقييم البضائع للأغراض الجمركية. هسا شو الفرق بين تعريف بروكسل ونظام التقييم المتبع في اتفاقية التقييم الجمركي؟ طبعا الأول اللي هو نظام بروكسل للقيمة يعتمد على التصور الشخصي والعادي للقيمة، بينما يعتمد الثاني على التصور الصحيح معتمدا على القيمة الحقيقية المدفوعة أو المستحقة الدفع للبضائع التي يتم تقييمها. السؤال اللي بنسأل نفسنا، متى يجب على الدول تطبيق اتفاقية التقييم الجمركي؟ عندما تصبح أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية فإنه يتطلب منها أن تقوم بتطبيق اتفاقية التقييم الجمركي. من جانب آخر فإن الدول النامية بالأعضاء في هذه المنظمة تستطيع أن تؤجل تطبيق هذه الاتفاقية إلى مدة 5 سنوات من تاريخ انضمامها لهذه المنظمة. المبادئ العامة لاتفاق منظمة التجارة العالمية، أولاً هو نظام عادل محايد، قيم عشوائية ما في عنا، القيم هاي تتطابق مع الحقائق التجارية. المهام اللي بتقوم فيها منظمة التجارة العالمية، طبعاً أولى المهام هاي هي إدارة وتطبيق اتفاقيات التجارة المتعددة في الأسواق التي تجسدها المنظمة، العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة للأسواق، بالإضافة إلى حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء. كمان عندنا الإشراف على السياسات التجارية الوطنية
وإصدار ملاحق تجارية تبين مؤشرات التجارة وتوضح السياسات التجارية في الدول الأعضاء. التعاون بالإضافة للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية. إذا أجينا على موضوع القيمة الجمركية هون داخل البلد، فمتى تم يعني خلينا نحكي الخطوات اللي تمت فيها هذه أو الأسس اللي بلشت فيها موضوع القيمة. طبعا قانون الجمارك الأردني الجديد تبنى قواعد التقييم الجمركي. أول قانون صدر عام 1998 أشار إلى القيمة الجمركية بالمواد من المواد 28 إلى 32. طبعا هون بدنا نكون على بينة إنه موضوع التقييم الجمركي يعتمد على المواد القانونية من 28 إلى 32، ولا يمكن إنه نلاقي موضوع خلينا نقول أي نقطة بالقيمة إلا قيمة الصفقة حسب المادة القانونية كذا كذا، القيد المشابه حسب المادة القانونية مثلا 30 على باء. يعني أي شغل عام 99 الهدف منها طبعا النظر في الخلافات التي ترد إلى مديرية القيمة من المراكز الجمركية. بالإضافة لذلك هناك تعليمات 6 لسنة 2000 الخاصة طبعا بالقيمة والإضافات على القيمة والملاحظات التفسيرية، بالإضافة للبلاغ 4 ل2001 لغايات توحيد مفهوم التحقق من صحة قيمة الصفقة، بالإضافة للبلاغ 3 ل2001 والمتعلق بجواز تسليم البضاعة لصاحب العلاقة قابل حسم الخلاف. طبعا لحد ما أتأكد من موضوع الخلاف الحاصل ممكن إنه بسلمه البضاعة بطلعها بالتأمين، بالإضافة لهذا البلاغ 3 ل2019 والمتعلق بالتأمينات المدفوعة من قانون الجمارك. هذا مفهوم القيمة الجمركية للبضائع المستوردة، وتعني قيمة البضائع لأغراض فرض أسهم الجمركية والضرائب على البضاعة المستوردة. ممكن أي واحد يسأل نفسه أو يسأل أي شخص يعني شو الأهمية من القيمة الجمركية، ليش هي مهمة، ليش من القضايا المهمة. طبعا الأساس في هذا الموضوع ليش موضوع القيمة الجمركية مهمة هي الأساس في احتساب المبالغ التي خلينا نقول اللي هي أسهم وضرائب المتحققة على البضاعة، وأي تخفيض على القيمة يؤدي إلى ضياع خلينا نقول في الأموال التي تدخل إلى خزينة الدولة. أهمية أن تكون الأسس التخمين أو التقدير واضحة. الهدف الأساسي إنه تحقيق العدالة بين جميع التجار، وبالتالي عدم مثلا إنه أنا إذا شفت على سبيل المثال وهذا مش موجود نهائيا، بأكد لكم إنه مثلا أنا بخلص بالعقبة على بياني بقيمة مخفضة بدل ما أجي على عمان أخلص على بضاعتي بعمان، أنا قاعد بطلع على العقبة بخفض بقيمة منخفضة، فهذا مش موجود نهائيا. فأهمية الأسس أنها تكون يعني تخميني شو ما كان، سواء كنت بالعقبة أو عمان أو سحاب أو أي مركز جمركي، هو موحد بكافة البضائع، وبالتالي لتحقيق العدالة والحد من إنه هجرة المعاملات ما بين المراكز الجمركية. بلد الاستيراد بالإضافة للمفاهيم الموجودة عندنا هو المنطقة الجمركية للاستيراد. البيع طبعاً الأساس في موضوعنا هو وجود نقطة بيع مشان أطبق قيمة الصفقة. البيع هي النقطة الجمركية للبضاعة المستوردة مبنية على سعر تلك البضاعة حين بيعها،
وعليه تنشأ قيمة الصفقة. يجب أن يكون هناك بيع للبضائع. يجب أن يكون هناك بيع، نقطة بيع للبضائع. فإذا كانت البضائع ليست خاضعة للبيع، فبالتالي لا يوجد هنا ما بنسميه قيمة الصفقة. طبعاً بعض الأمثلة اللي ممكن إنه ما تكون بيع هذه البضاعة هي بعض البضائع التي تدخل للبلد على شكل عينات، هدايا، مواد دعائية. هاي لا يمكن اعتماد أنها موضوع أنها فيها نقطة بيع. ليش؟ لأنه هي تمت بدون دفع، بدون وجود نقطة بيع، بدون قيمة، بدون مقابل أجت. بس هذا ما بعني إنه هاي البضاعة اللي هي خلينا نقول عينات، هدايا، مواد دعائية إنه تدخل مجانياً. فبالأصل يتم تخمينها. المقصود لهذا الموضوع إنه لا يتم اعتماد قيمة صفقة لهذه البضاعة، وبالتالي يتم التخمين حسب الأسس التالية التي تلي موضوع قيمة الصفقة. أنا بجيب بضاعة معينة من الصين، من أي دولة، ما بدفع له ثمنها، بتظل عندي البضاعة موجودة لحد ما أبيع البضاعة. فبالحالة هاي لا يوجد قيمة صفقة ممكن أعتمد عليها في هذا المجال. البضائع المستوردة كمان بعقد إيجار أو بموجب قرض فهي ليست بيع. المهملات، البضاعة المجانية، البضاعة بالمقايضة، الأمتعة الشخصية كمان هون لا يمكن اعتمادها عملية بيع. طبعاً البيع يجب أن يكون الهدف الأساسي من موضوع البيع إنه لبلد التصدير وليس لبلد الغاية التصدير لبلد الاستيعاب. فبالحالة هاي أنا إذا باعت بضاعة عندي سلعة معينة بنفس البلد اللي أنا طلعت جبت منه البضاعة، فبهاي الحالة لا يمكن تطبيق خلينا نقول مبدأ قيمة الصفقة، لأنه هاي البضاعة كانت للسوق المحلي، فمش الهدف منها إني أجيبها لسوقي، للسوق الموجود عندي. موضوع الزمن موضوع مهم جداً عند تطبيق قيمة الصفقة، فأنا بعتمد على قيمة الصفقة على الزمن اللي تعاقدت فيه على البضاعة والاتفاق الذي تم بين البائع والمشتري. طبعاً في بعض السلع معينة ممكن تكون مثلاً أنا تعاقدت عليها في بداية السنة كانت قيمتها خلينا نقول منخفضة، بعد مدة بسبب معين، بسبب مثلاً زادت قيمة هذه البضاعة فوصلت البلد بثمن أعلى من الوقت، من خلينا نقول الثمن اللي كانت فيه بهذاك الوقت. فبالحالة هاي أنا بعتمد قيمة الصفقة وقت التعاقد عليها، حتى لو كان المبلغ مثلاً قيمة الصفقة وثمن البضاعة هاي زاد أو نزل، أنا بعتمد قيمة الصفقة اللي تم عليها وقت العقد. في عندنا مثال مثلاً هون، مادة حبيبات بلاستيكية جبتها أنا من السعودية، كان قيمتها بالوقت اللي تعاقدت عليه بحدود $800 للطن. البضاعة لسبب معين طبعاً لحد ما وصلتني شوي طولت بالوقت لحد ما وصلت عندي، كان بالوقت اللي وصلت عندي لسبب معين زادت قيمة البضاعة هناك ببلدها بحدود 900، فإن الشحن اللي أمامنا طبعاً قيمتها 800 هو ثمن البيع اللي أنا بعتمد له إياه، بس يجي صاحب العلاقة عندي ويقدم لي الوثائق، مع العلم أنه كان بالوقت الحالي قيمة البضاعة مشابهة لهذه البضاعة أعلى من هيك أو أقل، فأنا بعتمد له القيمة اللي تعاقد عليها أو الزمن اللي تعاقد عليه وقت الحصول على البضاعة. طبعاً مفهوم قيمة الصفقة هو الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع، وهو إجمالي ما دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحة مقابل البضائع. مش هدف أساسي، خلينا نتفق، مش هدف أساسي عندنا إنه يكون البيع على شكل دفع نقدي. ممكن ثمن البضاعة أنا أدفعها، ممكن أدفعها نقدي، ممكن أدفعها على شكل حوالات نقدية، اعتمادات مستندية، سكوك قابلة للتداول.
ويجوز أن يكون الدفع مباشر أو غير مباشر. شو مفهوم الدفعات غير المباشرة؟ ممكن أن يكون مثلاً أنا طلعت على الصين بدي أجيب بضاعة، ثمن البضاعة مثلاً خلينا نقول 50,000، في بيستحق لي دين على البائع، أنا هو مدان إلي بمبلغ مثلاً 5,000، مبلغ 5,000 مدان إلي، فبالحالة بالتالي إنه أنا بدفع له المبلغ النقدي خلينا نقول 45,000 أو على شكل حوالات أو صكوك، والخمس آلاف فذول هم يعتبروا دفعة غير مباشرة، ما دفعت نقدا بس هي دين بيني وبينه، فبالتالي تحسب من ضمن قيمة البضاعة. هون عندنا مثال قيمة البضاعة على سبيل المثال 3,700 ألبسة، صاحب أنا كمشتري إلي دين على اللي باعني البضاعة بمبلغ بحدود 700 يورو، بالحالة هاي قيمة البضاعة كاملة 3,700، المبلغ اللي دفعته نقدا أنا هو 3,700، هو نتيجة دين إلي على صاحب العلاقة، فبالتالي المبلغ الإجمالي للبضاعة هو 3,700، الدفعة المباشرة في هاي الحالة 3,000، والدفعة غير المباشرة اللي هي 700 يورو. كلنا بنسمع عن موضوع معادل التحويل بالعملة أو سعر الصرف. طبعاً شو مفهومه؟ لكل دولة من الدول عملتها الخاصة بها، فهذا خلينا نقول معادل التحويل هو من ممكن نطلع عليه من زاويتين. الزاوية الأولى هي عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي، أما من زاوية ثانية فهو عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن دفعها لثمن وحدة واحدة من العملة الوطنية. كما يمكن تعريف سعر الصرف أنه السعر الذي يتم مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخر. سعر الصرف الأجنبي هو قيمة الوحدة من العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة المحلية. يعني نهاية الحكي بموضوع معادل التحويل هو قديش معدل عملتي بتساوي من العملة الأجنبية، والعملة الأجنبية قديش بتساوي بعملتي بالعملة الوطنية. نيجي لمفهوم الحوالات. طبعا الحوالات هي عملية تتم بناء على طلب العميل لنقل مبلغ معين إلى شخص أو جهة يسمى المستفيد، وذلك سواء تم النقل من حساب إلى حساب داخل نفس البنك أو بنكين مختلفين كلاهما من نفس البلد، أو حصل بين بنكين في دولتين مختلفتين. الاعتمادات المستندية تعتبر إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك فإن ذلك يخفي عليها الضمان والاستقرار نظراً لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات. فهو موضوع الاعتمادات المستندية بالتالي هو موضوع أمان وضمان. بالنهاية الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد يتعهد فيه البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه اللي هو المستورد أو المشتري للبضاعة، يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تعويض من بنك إلى بنك مقابل استلام مستندات معينة متفق عليها. طبعاً في وثائق معينة لابد عند تقديم طلب الاعتماد المستندي لازم تكون موجودة، اللي هي الفواتير التجارية، شهادة المنشأ، بوالص الشحن، شهادة الوزن، بيان التعبئة، بيان المواصفات، شهادة المعاينة، شهادات صحية، تحاليل، أي شهادة أو وثيقة تخص خلينا نقول هذا البيان لابد أن تكون عند فتح الاعتماد المستندي. هذا طبعاً شكل الاعتماد المستندي
بكون بالشكل هذا اسم البنك بالإضافة لكافة التفاصيل الموجودة التي يتم تدوينها والاتفاق عليها بخصوص هذه البضاعة. هسه بالنسبة لموضوع خلينا نقول أي بضاعة معينة أو أي قيمة لبضاعة معينة لابد من وجود تكاليف قبل وبعد الاستيراد. بالفصل هذا طبعاً بدنا نحكي عن تكاليف قبل وبعد الاستيراد بالإضافة إلى أنواع الخصومات. في خصومات معينة بعضها مقبول وبعضها مش مقبول، بالإضافة لموضوع أسباب الشك في القيمة، بالإضافة لموضوع حقوق المستوردين وحقوق السلطات الجمركية. كل جهة معينة لها حقوق ولها واجبات، فضل بدنا نطلع عليهم، بدنا نشوف كل حقوق وواجبات كل جهة من هذه الجهات. خلينا نتفق على شغلة معينة، أي بشكل عام، طبعاً في شواذ القاعدة، بشكل عام أي تكاليف تتم دفعها في بلد التصدير، في بلد اللي هو اللي بدي أجيب منه البضاعة، تدخل في حساب القيمة باستثناء بعض النقاط المعينة بدنا نحكي فيها. طبعاً التكاليف تضم هذه التكاليف إذا ما كانت مشمولة بالقيمة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع تضم إلى قيمة البضاعة. من ضمن هذه خلينا نقول التكاليف أو المبالغ اللي هي العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء. عمولة الشراء طبعاً خلينا نكون واضحين فيها، هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله في الخارج في شراء البضاعة، وهذه العمولة يجب ألا تضاف إلى القيمة المدفوعة فعلا. يعني موضوع عمولة الشراء بنكون متأكدين إنها لا تضاف إلى قيمة البضاعة. وكيل الشراء هو شخص أو شركة معينة تعمل لحساب المشتري ويقدم له خدمات، من أهم الخدمات التي يقدمها للمشتري طبعاً أنا ببحث عن مصدرين البضاعة المطلوبة، فحص البضاعة، العينات، بجيب عينات بطلع صاحب العلاقة أو خلينا نقول المشتري عليها، البحث عن أقل الأسعار الموجودة، تقديم المساعدات، عملية التخزين، الشحن، التأمين، التسليم، تجميع محتويات البضاعة، إعداد الفواتير للبضائع التي يتم شراؤها. طيب هسا مثلا على سبيل المثال انا كمشتري او مستورد لبضاعه معينه بعثت شخص معين او اللي هو اللي وكيل، خلينا نقول وكيل الشراء، وبتكاليف السفر، تكاليف اقامته، تكاليف وجوده في البلد، في هذا البلد في الصين، هل تدخل في حساب القيمه؟ لا تدخل في حساب القيمه على الاطلاق. عموله البيع هي التكاليف التي يدفعها البائع إلى وكيله مقابل خدماته في بيع البضائع إلى المشتري، وهذه العمولة تدخل في القيمة الجمركية سواء كانت من ضمن الفواتير أو بشكل منفصل. يعني هون عمولة البيع عكس تماماً عمولة الشراء، عمولة البيع تدخل في قيمة البضاعة. وكيل البيع طبعاً هو شخص أو شركة يعمل لحساب البائع، المهام التي بقوم فيها البحث عن عملاء للبضائع، عينات، عرض العينات على المشتري، المساعدة في عمليات النقل والتخزين والتأمين، تخليص البضاعة للتصدير وإعداد الفواتير، إعداد بعض الوثائق والمستندات اللازمة، نقل أوامر الشراء من المشتري للبائع، وبالتالي هو صلة وصل بين المشتري والبائع. طبعاً زي ما اتفقنا التكاليف اللي بدفعها اللي يتم دفعها لوكيل البيع تدخل في حساب القيمة، في حساب القيمة الجمركية. في بالإضافة لهذا الإشي عندنا قلنا وكيل الشراء وكيل البيع، بالإضافة لهذول في عمولة السمسرة. طبعاً السمسار هو جهة يعمل لصالح سواء المشتري أو البائع،
عمولة السمسرة هي المصاريف التي تدفع إلى شخص يعمل لحساب كل من البائع والمشتري، والذي يعمل على تحقيق الاتصال بينهم وإتمام عملية البيع. عندما يقوم البائع بدفعها وتضمينها للفاتورة أو تحصيلها من المشتري بشكل مستقل، فإنها تدخل في القيمة، وإذا كان المشتري هو من قام بدفعها تضاف أيضاً للقيمة. فبالحالة هاي العمولة اللي موجودة حالياً تضاف على القيمة سواء دفعها البائع أو المشتري. بالإضافة للتكاليف اللي موجودة، تكاليف قبل ما قبل الاستيراد، هي تكلفة الحاويات التي تعتبر هدف أساسي أو موضوع أساسي في موضوع البضاعة. بالإضافة لذلك تكاليف التأمين، الأوعية والتعبئة التي عادة تستعمل لأجل تسليم البضاعة بحالة جيدة، مثل الصناديق، الطبالي، العلب، أغلفة البلاستيكية. بالإضافة لتكاليف ما قبل الاستيراد، توجد عند قيمة البضاعة والخدمات التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بتكلفة. حتى لو قدم البضاعة هاي قدمها بشكل مجاني من أجل تصنيع سلعة معينة، بالحالة هاي أنا لازم أحسب قيمة البضاعة وأضمها لقيمة الصفقة. مثلاً على سبيل المثال المواد والمكونات والأجزاء وما يمثلها الداخلة في البضائع، أمثلة مثل مكونات قواطع أسلاك، عدد قوالب مستخدمة في إنتاج سلعة معينة بقدمها أنا في بلد معين من أجل تصنيع سلعة معينة. فبالحالة هاي حتى لو قدمتها أنا بشكل مجاني وبدون ثمن، لازم إنها تدخل في احتساب القيمة. بالإضافة لأمثلة على المواد الخام، مثلاً ممكن أقدمها من أجل إنتاج سلعة معينة، على سبيل المثال أقمشة، خشب، معادن. في عندنا مثال هون، يقوم مستورد بناطيل كتان، تامة الصنع، بتزويد المصنع بأقمشة كتانية مجانية لإنتاج البناطيل. فهنا يجب إضافة قيمة هذه الأقمشة إلى الثمن المدفوع أو المستحق الدفع. بالإضافة لذلك أعمال الصيانة، أعمال الهندسة والتصميم، الأعمال الفنية، المخططات التي يتم تنفيذها خارج بلد الاستيراد واللازمة لإنتاج بضاعة معينة، تدخل في حساب القيمة. الأعمال الهندسية الخاصة بالمشاريع، وهي أعمال معتادة لشركات متخصصة يعمل بها فريق من المهتمين لإنتاج المباني أو أنظمة ومنتجات معينة. أعمال التصميم تشمل الأعمال الفنية والرسومات والخطط وغيرها المستخدمة في إنتاج البضاعة، ولكن لا تدخل هذه الفئات من المساعدات في القيمة. الهدف الأساسي عشان تدخل في احتساب القيمة أن تكون بالنسبة للتصاميم أن لا تكون منجزة في بلد الاستيراد، وأن تكون مهمة في إنتاج البضاعة. طبعا لن تتضمن القيمة الجمركية قيمة الأنشطة والخدمات التي يتعهد بها المشتري على نفقته الخاصة، أعباء البناء، الإنشاء، الصيانة. هاي مش موضوع أساسي في إنتاج البضاعة، فبالتالي لا يمكن أن نقول إنها تدخل في قيمة البضاعة. في عنا مفهومين، مفهوم الكفالة والصيانة. شو بعني مفهوم الكفالة وشو بعني مفهوم الصيانة؟ مفهوم الصيانة هي شكل من أشكال عناية وقائية للبضائع كالمنشآت الصناعية والمعدات لضمان الحفاظ على تلك المنشأة والمعدات للمستوى الذي يمكنها من أداء الوظيفة التي من أجلها تم الحصول على هذه المعدات، وبالتالي هي شكل من أشكال الوقاية. الكفالة هي شكل من أشكال الضمان على البضائع كالآليات والأجهزة الكهربائية، والتي يغطي تكاليف تصليح العيوب في البضائع، تكلفة القطع المستعملة لصيانة هذه الماكينات، العمالة اللي بدها تصلح هذه الماكينة على سبيل المثال، طبعاً أو التعويض
ضمن شروط معينة وتستوفى من صاحب الكفالة. إذا لم تتحقق تلك الشروط تكون الكفالة باطلة. يعني الكفالة ممكن نستعملها وممكن ما نستعملها. طبعاً الكفالة هاي بدنا نحط ببالنا إنها تدخل من ضمن في احتساب القيمة الجمركية، هي واحدة من خلينا نقول مكونات القيمة. فإذا كان هناك كفالة معينة على سلعة معينة أو على بضاعة معينة، فهذه الكفالة تدخل في احتساب القيمة. بالإضافة للتكاليف ما قبل الاستيراد بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المستورد مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها، حيث لا تكون هذه العوائد وأصول مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع. أي حق ملكية أو بدل استخدام علامة معينة تم الاتفاق عليه وتم الاتفاق على أن يتم دفع بدل هذا الحق أو العائد، فلا بد أن يدخل في حساب القيمة. مثلاً أنا اتفقت على بضاعة معينة، خلينا نقول قميص، القميص أو البلوزة هاي، حكيت له إنه أنا بدي أحط عليها علامة خلينا نقول بوما، أديداس، أي علامة معينة، فبالحالة هاي قال لي أوكي، بس كحق ملكية لهذه البضاعة أنت بدك تدفع لنا مبلغ معين. فبهذا بهاي الحالة المبلغ اللي اتفقت عليه بدل استخدام الحق الملكية هذا فيضم إلى القيمة. قيمة أي جزء من أي عملية إعادة بيع لاحقة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي تدخل في احتساب القيمة. بالإضافة لذلك أي تكاليف نقل يتم دفعها من قبل صاحب البضاعة حتى دخول البضاعة إلى الحدود، فبالتالي هذه المبالغ تضاف إلى القيمة. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بناقل البضائع حتى إدخالها إلى الحدود تدخل في حساب القيمة. بس خلينا نتفق على شغلة، إنه أي ثمن يتم دفعه حتى وصول أو تكاليف يتم دفعها حتى وصول البضاعة إلى حدود البلد، حدود البلد اللي دخلت عليها البضاعة يضاف إلى القيمة. طبعاً لا يجب أن أي إضافة من الإضافات أعلى إلى الثمن المدفوع أو المستحق الدفع لا يجوز أن تضاف إلا على أسس بيانات موضوعية وكمية حتى يتم الوصول إلى قيمة الصفقة بشكل منطقي. لا يجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع أو المستحق إلا وفق المواد القانونية اللي هي بتبلش من عندنا من 28 إلى 32 من القانون. زي ما حكينا قبل هيك إنه أي عملية تتم بخصوص موضوع القيمة تحكمها المواد القانونية من 28 إلى 32 من القانون. في عندنا إشي اسمه عمولة التوثيق أو التأكيد. في بعض خلينا نقول وليس بشكل عام، بعض من مثلا البائعين ما عنده ثقة بموضوع انه او عنده شك انه مثلا هالبضاعة هاي اللي بعتها ممكن انه يخلف معي المشتري، ممكن ما يزودني بالقيمة، ممكن كذا. فمن اجل ضمان حقه في مبلغ البضاعة بلجأ لشيء اسمه عمولة التوثيق او التأكيد. كيف بتم هذه العملية؟ بطلب من المشتري فتح اعتماد في البنك الذي يتعامل معه. الهدف الأساسي زي ما حكينا أنه ممكن أنه يفقد ثقته بهذا الاعتماد، فبالتالي بطلب أنه يسعى لتأكيد كتاب الاعتماد من خلال بنك آخر يوجد عادة في بلده، هذا هو المصدر. يطلب فيه
الذي هذا الاعتماد طبعا يضمن البائع حقه ضد المخاطر التجارية من عدم الدفع من قبل بنك المشتري، فبالتالي بيلجأ لموضوع عمولة التوثيق. يوجد طبعا في موجود شركات تجارية متخصصة تسمى شركات التأكيد التجارية، والتي تعمل لحساب إما المشتري أو البائع. ومن بين الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو أنه أضمن حقي بدفع قيمة هذه البضاعة. طبعا المبالغ التي يتقاضها خلينا نقول اللي هو الشركة التأكيد أو اللي هو مندوب اللي بيقوم بعملية التوثيق تسمى بعمولة التأكيد. طبعا إذا تم اعتبار تأكيد أداة الدفع للبضائع المستوردة لصالح البضائع لأنها تؤمن البائع ضد المخاطر عدم السداد من قبل البنك المشتري، وإذا تم دفع عمولات التأكيد من قبل المشتري إلى البائع أو إلى أي جهة ثالثة كشرط للبيع، فإن السعر المدفوع أو المستحق الدفع لهذه البضاعة يشمل أي عمولة من عمولات التأكيد. هناك حالات يتعهد المشتري من تلقاء نفسه بتزويد البائع بكتاب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد من قبل شركات التأكيد، إن الغرض الرئيسي هو سعي المشتري في ضمان إبرام عقد البيع، أي أن أي نفقات عمولة تنشأ في تلك الحالات ستدفع من قبل المشتري مباشرة إلى مؤسسة التأكيد، وبالتالي فإن المبلغ المدفوع كعمولة التأكيد لن يكون جزء من المبلغ المدفوع. ليش؟ لأنه صاحب البضاعة عملها على عاتقه، قام بهذا العمل على عاتقه، بالتالي أي إضافة على القيمة زي ما حكينا في بلد التصدير تكون شرط بيع يتم دفعها من قبل المشتري هي جزء من القيمة. في عندنا نموذج إضافات واجبة على القيمة، هذا يتم العمل حاليا عليه على أساس أنه يكون وثيقة من ضمن وثائق البيان لحماية صاحب خلينا نقول التاجر أو المستورد من المخالفات. يعني مثلا ممكن في بعض أصحاب خلينا نقول البضائع اللي بتيجينا ممكن يكون عنده ما عنده علم أنه مثلا مبلغ معين يدخل في حساب القيمة، أو مثلا بدل استخدام حقوق ملكية معينة أنه بيدخل في حساب القيمة، أو الأعمال الهندسية التصاميم اللي حكيناهم قبل شوي اللي هي تدخل في حساب القيمة اللي هي تكاليف ما قبل الاستيراد، ممكن يكون عنده لبس إنها هذه المبالغ تدخل أم لا تدخل. فهذا النموذج موجود بيوضح لك إنه عندك إذا عندك موجود مثلا أي نوع من هذه خلينا نقول التكاليف بدلك إنه هاي تدخل أو لا تدخل في حساب القيمة للمحافظة على أنه ما لا سمح الله أنه تتخالف على سبب معين على مبلغ معين ما ضفته للقيمة بسبب مش يعني خلينا نقول مش مقصود عندك لعدم جهل بهذا الموضوع أنه هذا يدخل أو لا يدخل فيه احتساب القيمة. فهذا النموذج موجود وحاليا التوجه أنه يكون خلينا نقول واحدة من الوثائق اللي موجودة من وثائق البيان لحماية بالنهاية بنأكد هذا النموذج لحماية المشتري من الوقوع في المخالفات. بعد ما توصل لبضاعة عندي على داخل البلد بعد ما دخلت الحدود أي تكاليف خلينا نتفق على هذا الشيء أي تكاليف يتم دفعها بعد دخول البضاعة إلى بلد المستورد لا تدخل في حساب القيمة. من ضمن هذه التكاليف مثلا التخليص على البيان، تكاليف الإنشاء والبناء، الصيانة، أي إشي بتم دفعه داخل بخص البضاعة يتم دفعه داخل بلد المستورد لا يدخل في حساب القيمة. في كمان موضوع تكاليف بعض التكاليف التي لا تدخل في حساب القيمة، تكاليف الفوائد البنكية
لتمويل البضائع بشرط أن لا تكون مباشرة وأن تكون ضمن معدلات الفوائد. مثلا أخذت أنا من جهة تمويل معينة مبلغ معين مشان أجيب بضاعة معينة، فبالحالة هاي ما بحاسب، ما أنا ما بحاسب على الفوائد البنكية على هذا المبلغ وأخذها من قيمة البضاعة. أنا بهمني قيمة البضاعة اللي هي القيمة الحقيقية للبضاعة أو المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع ثمن هذه البضاعة. بالإضافة لهذا لهذه النقاط، في عندي تكاليف تدفع للبائع أو مالك العلامة من قبل المستورد مقابل إنتاج سلعة معينة في بلد الاستيراد. مثلاً أنا طلبت من شركة معينة داخل الأردن إنها تعمل لي علامة معينة للبضاعة اللي جبتها، فبالحالة هاي كونها هاي المبالغ اندفعت داخل بلد الاستيراد لا يتم تضمينها إلى القيمة الجمركية. بالإضافة لذلك مصاريف الدعاية والإعلان والتسويق داخل البلد المستورد حتى وإن كانت مشروطة لا تدخل في احتساب القيمة. مثلا جبت بضاعة معينة من أندونيسيا على سبيل المثال، قال لي بس توصل عندك على البلد البضاعة هاي بدي تعمل لي دعاية لتسويق هذا المنتج داخل بلدك، فبالحالة هاي تكاليف الدعاية والتكاليف اللي اندفعت على هذا الموضوع لا يتم تضمينها إلى القيمة. حتى لو كانت، لو تم تضمين بعض التكاليف مثلا تكاليف الفوائد البنكية، تكاليف المبيعات، الدخل على هذه البضاعة بعد وصولها إلى البلد، يتم إذا كانت منفصلة ويسهل إزالتها من مبلغ، طبعا ممكن تكون بالغلط أنا ضمنتها للقيمة، مثلا قيمة البضاعة 50,000 في تكاليف داخل البلد بحدود 5,000 ضمنتها للقيمة، فصفوا مثلا قيمة البضاعة 55,000. فإذا تم التأكد إنه هاي البضاعة هذه التكاليف لا تدخل في احتساب القيمة وكانت منفصلة يمكن فصلها عن القيمة، وبالتالي تصبح قيمة البضاعة 50,000 وليس 55,000. من ضمن الأمثلة اللي حكينا عنها إنه صاحب البضاعة في بعض الأعمال يقوم فيها على عاتقه، مثلا سين شخص معين جاب حاوية ألعاب أطفال طلب معاينتها وتفتيشها، طبعا مع العلم أنه تم المعاينة والتفتيش في الصين هناك، بس هذا الإشي طلبه بناء على يعني خلينا نقول على عاتقه، ومش مهم لموضوع البضاعة ومش مهم إلنا مطلوب منا أنه يعمل هذا الموضوع، فبالتالي دفع مبلغ $300 للتأكد من البضاعة اللي موجودة في الحاوية تبعته، بده يتأكد إنه البضاعة موجودة بالأعداد المطلوبة، فبالحالة هاي لا تدخل تكلفة المعاينة والتفتيش اللي قام فيها على عاتقه ضمن التكاليف في احتساب القيمة، لأنها بالتالي ليست موضوع أساسي لإتمام عملية الصفقة ووصولها إلى بلد الاستيراد. مثلا موضوع التكاليف التعبئة والتغليف والشغلات هاي مهمة عندنا، فقلنا أنه لازم تضم إلى القيمة. أما عملية التفتيش التي تمت هنا على عاتق صاحب العلاقة لا تدخل في احتساب القيمة. أنواع الخصومات، في عندنا نوعين من الخصومات، خصومات مقبولة لدى السلطات الجمركية وخصومات غير مقبولة. من ضمن الخصومات المقبولة إذا بدنا نعددهم اللي هو الخصم النقدي، خصم التجاري، خصم كمية. الخصم النقدي، شو مفهوم الخصم النقدي؟ الخصم النقدي هو خصم يمنح للمشتري لقاء دفعه نقداً ضمن مدة محددة من الزمن. مثلاً أنا ببيع أجهزة لابتوب، بعطي خصم 30% للمشتري إذا تم الدفع مقدماً، بعطيه 2% إذا تم السداد خلال الأسبوع الأول من استلام البضاعة. طبعاً قيمة البضاعة عندي هون 50,000،
فالمبلغ أنا بدي أسأل هسه، المبلغ اللي بحصل عليه هذا المشتري إذا تم السداد في اليوم الثالث من استلام البضاعة، بالحالة هاي هل يحقق 3% اللي هو الخصم نقدي، خلينا نقول دفع مقدما، بالحالة هاي لا يتم الحصول على هذا الخصم لأنه متى دفع؟ باليوم الثالث. فباليوم الثالث أنا عندي 2% إذا تم السداد خلال الأسبوع الأول من استلام البضاعة، فبالحالة هاي هو بحصل على 50، خلينا نقول على 2% من 50,000 قيمة البضاعة، وبالتالي تكون قيمة البضاعة 49,000 دولار. فبالحالة هاي أنا الخصم هذا النقدي زي ما حكينا أنا بعطيه لتشجيعه على موضوع الدفع. كمان عندي مثال، أنا بعطي خصم إذا تم الدفع الفوري 15%، الدفع خلال 10 أيام يحصل على 5%، الدفع بعد شهر لا يحصل على خصم. فبالحالة هذا الخصم هو مقبول إلنا، والهدف منه زي ما حكينا تشجيع على الدفع. فبالتالي هو هذا الخصم حصل، كونه حصل أو متحصل عليه فبالتالي هو مقبول عنا. بالإضافة لذلك من ضمن الخصومات المقبولة عنا اللي هو الخصم التجاري. في بعض التجار هو تاجر جملة أو موزع بحصل على كميات خلال المواسم، كميات عالية من البضائع، وعليه يمكن الحصول على هذا الخصم. بالإضافة للخصومات المقبولة عندي الخصم اللي هو خصم الكمية، وهو من الخصومات المقبولة لدى السلطات الجمركية بناء على الكميات المشتراة على مدة زمنية معينة. فعندنا مثال مثلا من قطعة، إذا أخذت أنت مصنع، عندي مصنع تلفزيون شاشات عنده جدول الخصومات التالي موجود، قدم لي الخصومات التالية. إذا أخذت من تلفزيون لعدد 24 قطعة ما بعطيك خصم، إذا حصلت أو أخذت 25 تلفزيون إلى 36 قطعة تحصل على 5% خصم، فوق 36 قطعة تحصل على خصم 10%. طيب حسب حالة أنه مثلا أنا أخذت 39 قطعة وحصلت على الخصم اللي هو 10%، بالمقابل في شخص ثاني أخذ 39 قطعة ويحصل على خصم نفس الخصم، لكن بضاعته بيستلمها على 3 دفعات بمعدل مثلا 13 قطعة كل شحنة. بالحالة هاي هل يقبل الخصم؟ الجواب نعم، يقبل الخصم في كلا الحالتين. لأنه ليش؟ أنا تحصلت على الخصم حتى لو ما أخذتش الكمية كاملة على دفعة واحدة وأخذت على 3 دفعات، فبالحالة هاي أنا حصلت على الخصم. عندنا مثال بائع أجهزة تيبل لام بمنح خصم على الكميات حسب الجدول التالي: إذا كان سعر القطعة 3 دولار قبل الخصم والكمية المستوردة هي 22,000 قطعة. عندنا الجدول إذا بتلاحظوا من 5,000 قطعة إلى 10,000 قطعة 2%، من 10,001 قطعة إلى 20,000 يحصل على 5%، من 20,000 قطعة إلى 30,000 يحصل على 10% خصم. بالحالة هاي أنا على الكمية اللي أخذتها كم الخصم اللي بأخذه؟ بأخذ على 10% اللي هي فوق 20,000 وحبة لحد 30,000، فبأخذ الخصم اللي هو 10%، فبالتالي يصبح القيمة 59,400. زي ما حكينا الخصومات المقبولة هي خصم نقدي، خصم تجاري، خصم كمية. طيب هسه بالمقابل في عندنا خصومات مش مقبولة. الخصومات اللي مش مقبولة عندنا اللي هي الخصم المبهم، واحد من الأنواع الخصم المبهم. من ضمن الوثائق أنت قدمت لي بيان، من ضمن الوثائق اللي موجودة فيه على الفاتورة كاتب لي ديسكاونت خصم، بس بحثنا بالعقود بالوثائق اللي موجودة
الخصم هذا مش مبين شو أساسه، فبالحالة هاي هذا الخصم بالنسبة لنا مبهم ولا بد من ضم قيمة هذا الخصم. الخصم التعويضي من ضمن كمان الخصومات اللي مش مقبولة لدينا اللي هو الخصم التعويضي. مثلا كان يمنح البائع خصم بنسبة 20% وذلك كتعويض له بسبب وجود تلف في شحنة سابقة. مثلا أنا حصلت جبت بضاعة في وقت سابق، وصلت البضاعة هون فيها تلف معين، بناء على وجود التلف هذا بالبضاعة صاحب البائع قال لي أنا بعطيك خصم 20% بدل البضاعة السابقة كتعويض عن السبب التلف الذي حصل لها. فبالحالة هاي الخصم التعويضي ليس مقبول نهائيا. الخصم الثالث اللي هو بدنا نحكي عنه اللي هو وجود علاقة ارتباط مثلا مصنع أثاث في الصين موجود ببيعني غرفة النوم بمعدل $500 مقبولة كسعر صفقة لدى الجمارك. في الشحنة السابقة اللي قبل هيك لنفس صاحب العلاقة في باعني الغرفة على $450. بالتدقيق تبين أنه سبب انخفاض أن الشحنة، هذا الحكي بنحكيه على موضوع تعويض، أصابها تلف معين، فبالتالي أنه أنا أعطيته المبلغ الصفقة هون منخفض بمعدل $50. فبالتالي بالحالة هاي لا يتم قبول سعر الصفقة ويتم الاعتماد على السعر اللي هو $500. هون بنستدل على أنه موضوع التعويضي، الخصم التعويضي ليس مقبول. أسباب الشك، بدنا نحكي عن موضوع الشك في قيمة الصفقة. ممكن لأي سبب معين، ممكن أنه كموظف تخمين أنه شك في قيمة المقدمة له من خلال البيانات اللي موجودة بين إيديه، بشك أنه القيمة مش مقبولة. فبالحالة هاي بقد ببلغ صاحب العلاقة خطياً بتلك الأسباب التي أدت إلى شكه في قيمة الصفقة المقدمة من قبله. طبعاً بالحالة هاي يمنح صاحب العلاقة مهلة كافية لتقديم الإثباتات لاعتماد قيمة الصفقة المقدمة من قبله. زي ما حكينا بالحالة هاي المادة، احنا كنا هناك او بالبداية ما بلشنا الحديث قلنا المواد القانونية اللي بنشتغل عليها هي من 28 الى 32. بالحالة هاي احنا 28 تعني قبول قيمة الصفقة. في حال عدم قبول قيمة الصفقة بلجأ للمواد القانونية التالية. مشان نكون خلينا نقول التسلسل اللي بيتم فيه البيان، مشان متى بنبلش موضوع التخمين أو تقييم قيمة البضاعة. زي ما حكينا بتيجي البضاعة على المركز الجمركي، حال وصولها يتم تنظيم البيان، يتم دخولها إلى قسم الاستقبال قبول البيان، بالتالي معاينة البضاعة إذا كانت بحاجة لمعاينة أو تدقيق وثائق أو تصفاية ويطلع البيان. إحنا ما بدنا نخوض بالتفاصيل هاي، بس بدنا نوصل اللي بدي أوصله إنه متى بنوصل أو أول نقطة بالتخمين بتبلش اللي هي بعد معاينة البيان. بعد معاينة البيان يتم من قبل الزملاء المعينين يتم تقديمه البيان للوحدة التخليص المختصة. بالتالي هون أول نقطة بتبلش بموضوع التخمين أو تقدير قيمة البضاعة. زي ما حكينا في حال وجود أسباب شك بصحة الوثائق المقدمة يتم تبليغ صاحب العلاقة أو من ينوب عنه
بشكل خطي وبيعطيه المهلة اللازمة لإثبات قيمة الصفقة المقدمة من قبله. شو هي أسباب الشك اللي ممكن تدفعني إني أشك في صحة قيمة المقدمة؟ طبعاً أول سبب اللي هو عدم تطابق شروط الشحن والتسليم وقيم البضائع في كل من الفاتورة التجارية، شهادة المنشأ، بوليصة الشحن وأي وثائق موجودة في البيان. مثلاً على سبيل المثال، أنت منظمني في البيان على أساس أن بضاعتك فوق، بالمقابل أنت اللي موجود عندك على الوثائق بقول لي أنه، أو مثلاً منظم على أساس أنه سيف، يعني شامل كل شيء واصل للبلد سيف، بالمقابل بالوثائق المقدمة عند منك بتحكي لي أنه البضاعة الشحن فوق، يعني يستحق أنه تدفع بدل التكاليف النقل والتعبئة والتغليف والشغلات كلها من ميناء التصدير إلى ميناء الاستيراد. فبالحالة هاي إذا بحالة وجود عدم تطابق بالوثائق المقدمة يتم الشك في قيمة الصفقة. اثنين، ممكن إنه يكون عندي الفواتير المقدمة هي مش نسخ أصلية، هي بالتالي بكون عندي شك إنه الفواتير المقدمة مش أصلية، وبالتالي ممكن إنه يكون القيمة المقدمة مش مضبوطة. بالإضافة لذلك التباين الواضح بين بضائع قيم مختلفة لبضاعة، نفس البضاعة أجت عندي قبل مدة معينة من هذه البضاعة أو خلال نفس المدة وكانت بقيم أعلى من القيمة اللي منظم فيها صاحب العلاقة، فبالحالة هاي بصفي في عند الموظف شك بالقيمة. مثلا على سبيل المثال خلينا نوضح هاي النقطة، أجت عندي بضاعة معينة كان قيمتها بمعدل خلينا نحكي للطن، ولتكن مثلا حبيبات بلاستيك كان قيمة الطن 1000، بالمقابل بيانك المقدم عندي أنت جايب لي إياها بمعدل الطن 500، فمن 1000 ل 500 بصفي عندي فيه شك بموضوع القيمة. بالإضافة لذلك من أسباب الشك في صحة القيمة إنه قيمة البضاعة بتجيب لي إياها بشكل دكمة كاملة بقيمة إجمالية واحدة، مثلاً عندي 50 أو 30 بند، مثلاً قلام، محايات، خلينا نقول عدة أصناف معينة، أدوات مكتبية مثلاً، مكبس، شو ما كان عدة أصناف، بالنهاية أنت حاط لي مبلغ إجمالي قيمتهم 100,000. فبالحالة هاي عدم وجود خلينا نقول قيمة لكل صنف من الأصناف بقودني إلى وجود إلى ممكن إنه يكون لا سمح الله إنه القيمة اللي موجودة عندي إني أشك في صحة هاي القيمة. في حال وجود أي حالة من الحالات السابقة يتم العمل على ما يلي، زي ما حكينا ببلغ صاحب العلاقة إنه أسباب الشك إنه أنا شاك في قيمة البضاعة المقدمة من قبلك حسب النقاط التالية وفق نموذج معين، بمنح صاحب العلاقة أو من ينوب عنه مدة كافية إنه يثبت لي قيمة الصفقة. طبعاً في نقطة هون، حتى بعض السلع المعينة حتى لو كانت البضاعة بقيمة منخفضة، أجت بقيمة منخفضة وأثبتت لي قيمة الصفقة، أثبتت لي قيمة الصفقة، فأنا هون ملزم إني أقبل قيمة الصفقة. مش إنه في ناس بقول لك مثلاً أنا شو ما أقدم لهم، شو ما أقدم بيانات، شو ما أقدم وثائق، خلص لازم يضموا علي. فهذا الكلام لا، مش موجود عندنا. أنت مطلوب منك إنك تقدم، أنا مطلوب مني إني أبحث بالوثائق المقدمة من قبلك، بالتالي حتى لو كانت
القيمة لا تغطي المواد الأولية، وانت أثبتت لي قيمة الصفقة اللي نقدم لي إياها، أنا مستعد أني أقبل قيمة الصفقة ضمن القانون. طبعاً في حالة أنه أنا بلغت صاحب العلاقة بموضوع أنه شكوك بموضوع القيمة المقدمة، هو بالحالة هاي بيقدم لي إثباتات مقنعة بموجب طلب خطي تجيب على أسباب الشك بما يثبت صحة القيمة. بالحالة هاي إذا أثبت لي صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قيمة البضاعة بقبل له قيمة الصفقة. في حال عدم تقديم أي إثباتات من أجل إثبات قيمة الصفقة وما بأي حال من الأحوال ما مش الحال إنه مثلاً تقدم لي وثائق لقبول هذه الصفقة، يتم التخمين بالحالة هاي حسب الطرق المختلفة اللي هي خلينا نقول قيمة قيود مقبولة، قيود مشابهة، مطابقة. هسا احنا نيجي لهم بالتفصيل، هذول حسب المواد من 30 لواحد وثلاثين. بالحالة هاي احنا بنكون يعني استنفذنا حقنا بقبول قيمة الصفقة ويتم اللجوء إلى الطرق الستة المختلفة. زي ما حكينا قبل هيك، في متى بلجأ للطرق الثانية اللي هي الستة المختلفة أو الخمسة المختلفة وما بلجأ لقيمة الصفقة؟ في حال إنه كانت بضاعة لا تمثل عملية بيع، من ضمن هذه الأمثلة زي ما حكينا الهدايا، المنح اللي هي البضاعة مستأجرة، نفس الشيء البضاعة كأمانات برسم البيع، البضاعة مضبوطة، البضاعة اللي هي المقايضة. بالحالة هاي كل هاي البضائع بلجأ في تخمينها إلى الطرق الأخرى وليس قيمة الصفقة، بالإضافة لموضوع عدم اللجوء إلى قيمة الصفقة إذا كانت البضاعة اللي قاعد بخمن فيها أو بقدر قيمتها ليست بهدف التصدير إلى الأردن. مثلاً أنا أخذت بضاعة من الصين واتفقت عليها هناك وعملت عقود على أساس أني أبعثها لبغداد مثلاً، فبالحالة هاي أخذت أنا قيمة صفقة كاملة، بس البلد اللي بدي أخذ البضاعة إليه اللي هو مش داخل البلد هون، بدي أخذها على بغداد، فبالحالة هاي حتى لو كانت قيمة صفقة موجودة بس البلد مش لبلدي، فبالحالة هاي لا تعتمد قيمة الصفقة ويتم التخمين حسب الوسائل المختلفة بعد قيمة الصفقة. إذا تمت هناك عملية بيع ولكن عملية البيع داخل البلد، خلينا نقول مثلا أنا بالصين موجود وتعاقدت على بضاعة، بس البضاعة أخذت بثمن قيمة صفقة وعقود بس على أساس أني أبيعها داخل البلد داخل الصين، فبالحالة هاي لا تعتمد قيمة الصفقة. في حال عدم توفر شرط من شروط الصفقة المذكورة في المادة 28 من القانون اللي هي الشروط وجود قيود على استخدام البضاعة أو التصرف بها غير القيود المسموح بها، إذا كان البيع أو الثمن مرتبط بشيء لا يمكن تحديد قيمته، إذا كان البائع يستحق جزء لا يمكن تحديد قيمته من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري، إذا كان البائع والمشتري مرتبطين وأثر هذا، كل هاي بتؤدي إلى خلينا نقول عدم قبول قيمة الصفقة. في حال توفر شروط معقولة للشك للمادة 28 على حاله قبول قيمة الصفقة من القانون والتي تم ذكرها سابقا، ولم يقم المستورد لإثبات بالإثباتات المطلوبة من قبل موظفي الجمارك، عندها يتم الانتقال إلى الطرق البديلة لتحديد القيمة الجمركية حسب نص المادة 28 على حال من القانون. في حال تطلب إجراء تعديل إجباري على قيمة الصفقة أو السعر المدفوع أو الواجب دفعه،
فيما يتعلق بالتكاليف المنصوص عليها بالمادة 28 على واو من القانون، ولم تتوفر المعلومات الكافية من حيث الموضوعية والكمية لإجراء ذلك التعديل، يتم الانتقال إلى الطرق البديلة لتحديد القيمة الجمركية. في عندنا حقوق للمستورد أو صاحب البضائع وحقوق للإدارة الجمركية. طبعاً هناك مجموعة من النصوص تمثل حقوق الإدارة الجمركية فيما يتعلق بالتقييم الجمركي والتحقق من القيمة المصرح عنها. ومن الجانب الثاني في كمان الاتفاقية مجموعة من النصوص تمثل حقوق صاحب البضاعة فيما يتعلق بتقييم بضائع. طبعاً أنا يوم تيجيني بضاعة لصاحب بضاعة، أنا مؤتمن على جميع المعلومات التي تخص هذه البضاعة. كموظف أنا مؤتمن، فمن حقه علي صاحب البضاعة أنه أكون أحافظ على المعلومات اللي موجودة في داخل البيان وعدم إفشاء أي معلومة لأي جهة معينة. أنا بستعمل البيانات والوثائق الموجودة بس لمصلحة صاحب العلاقة. طبعاً من ضمن الحقوق كمان أنه حق التظلم من القيمة المحددة. قد يكون هذا النظام أمام الإدارة الجمركية أو جهة مستقلة أمام القضاء، فبالتالي أنا بالحالة هاي أنا حتى لو صاحب العلاقة لا سمح الله أنا ما أعطيته حقه وقبلت قيمته، ممكن وهو على بينة وعلى تأكد تام أنه قيمته مقبولة وهي قيمة الصفقة، فبالحالة هاي ما بنتهي موضوع التقييم عند موظف القيمة. في بعد هيك وبدنا يجيهم كمان شوية هذول النقاط، في عندك اللي هو اللجنة المحلية، في عندك اللجنة الخاصة لحد ما نوصل لموضوع المحكمة. فمن حق من حقوق صاحب العلاقة أنه التظلم لأي جهة حتى لحين خلينا نقول الحصول على حقه. من ضمن كمان الحقوق التي ممنوحة أو هي حق لصاحب العلاقة اللي هو أنه ممكن أني أنا أطلع بضاعتي بالتأمين بموجب خلينا نقول تعهدات معينة، كفالات معينة، بطلع بضاعتي لحد البت في الخلاف. فبالحالة هاي أنا ممكن أني أطلع البضاعة وأحطها بمستودعي، أحطها داخل مستودعات صاحب العلاقة لحد البت في الخلاف. بالتالي أنا بخفف على حالي موضوع أنه أدفع مثلاً بدل تخزين بدل كذا، كونه عندي أنا مثلاً مستودع ممكن أني أخزنها في مستودعاتي وأعفي حالي من تكاليف زيادة اللي هي تكاليف خلينا نقول التخزين وما شابه. بالإضافة لحقوق من حقوق صاحب العلاقة أنه أنا أعطيه خلينا نقول شو إشي مكتوب من جهتي، إنه كيف اشتغلت، ليش اشتغلت، بناء على إيش أنا ما قبلت لك قيمة الصفقة. فمن حقه إنه يطلب مني إنه أكتب له بناء على إيش أنت ما قبلت لي قيمة الصفقة أو ضميت على البضاعة. حقوق السلطات الجمركية كمان أنا ما من ضمن ليس هناك قيود على حق الإدارة في التحقق من صحة ودقة القيمة. أنا من حقي أني أتأكد من قيمة البضاعة اللي جايبها أنت إنها حقيقية أم ليست حقيقية. بالإضافة لتأكد من المستندات المقدمة من قبل صاحب العلاقة. بالإضافة لذلك أنه أنا بطلب منك أنه أعطيني أشياء مقنعة أو تفسير مقنع ليش أنت خلينا نقول مخفض بالقيمة، أو ليش مثلا القيمة عندك إحنا شايفينها أنها قيمة منخفضة أو مش حقيقية. فمن حقي أنك تجاوبني
على هذا خلينا نقول التساؤلات جميعها. في حال الشك ظل موجود بعد استلام هذه المعلومات وفي حال عدم الاستجابة يمكن تقرير أن المادة الأولى لا يمكن تطبيقها اللي هي المادة الأولى زي ما حكينا قيمة الصفقة. فأنا من حقي أني ما أعتمد على قيمة الصفقة وبلش أعتمد على الطرق الثانية. قبل القرار النهائي بقوم بإبلاغ المستورد بذلك وإعطائه المهلة الكافية أنه خلينا نقول بالتخمين النهائي أو بالنتيجة النهائية التي حصلنا عليها. بعد ما إحنا خلصنا قلنا قيمة الصفقة لم يتم قبول قيمة الصفقة لصاحب العلاقة ولم يتم إثباتها من قبل صاحب العلاقة أو من ينوب عنه، بل جاء لست طرق مختلفة اللي هي خمسة بعد قيمة الصفقة، اللي هي قيمة الصفقة لأصناف مطابقة، قيمة الصفقة لأصناف مشابهة، طريقة الاستنتاجية، طريقة المحسوبة، وبالنهاية لحد ما أوصل للملجأ النهائي اللي هو المادة 31 من القانون. طبعاً أهم ما جاء باتفاقية الجات أنها حددت طرق التقدير للقيمة الجمركية باستخدام إحدى الطرق الستة اللي شفناها قبل شوي التي يجب أن تطبق بالتسلسل. لا يجوز أني على سبيل المثال أعتمد على قيد مشابه وعندي قيد مطابق، فبالحالة هاي لا يجوز نهائياً أني أعتمد على وسيلة قبل وسيلة ثانية، وهذول لابد فيهم التسلسل بجميع من خمسة إلى ستة لابد أن يكون في تسلسل بيناتهم. ممكن أنه استثناء وحيد أن أستخدم الطريقة السادسة الخامسة قبل الطريقة الرابعة بناء على طلب صاحب العلاقة، ممكن هي الحالة الوحيدة اللي ممكن ما أمشي على التسلسل. قيمة الصفقة، قيمة الصفقة مفهومها الواضح لنا ولدى الجميع أنه هي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع، البضائع من بلد التصدير إلى بلد الاستيراد. بالتالي صف عنا ثمن أو قيمة، مبلغ مدفوع فعلا، مبلغ مستحق الدفع، بضاعة بلد تصدير بلد استيراد. طبعا إذا بدي أطبق قيمة الصفقة أو بدي أقبل قيمة الصفقة لابد من الشروط التالية. الشرط الأول اللي هو أن لا تكون هناك قيود على المشتري للتصرف بالبضائع أو استخدامها غير المنصوص عليها في القانون، أو مثلا باستثناء النقاط هاي لا يمكن أن يكون هناك قيود، أو ما بقبل أنه يكون قيود على أنه التصرف بالبضاعة. مثلا في بعض النصوص أو النقاط معينة مثلا لا تعتبر قيد على التصرف في هذه البضاعة، مثل السلطات في بلد المستورد مثل بتطلب مني الحصول على أرخص معينة أو تصريح مسبق لإعادة البيع، فهي بالحالة هاي ليست قيد على قبول قيمة الصفقة. مثال كمان إنه تحديد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضاعة فيها والتي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على القيمة، فهي لا تعتبر قيود على قيمة الصفقة. من ضمن النقاط اللي حكيناها اللي لا تؤثر على قيمة الصفقة مثلا وكيل معين، مثلا وكيل كيا أو خلينا نقول المصدر
تاعكيا انه طلب مني انه ما انزل. انا طلبت مثلا ال 2018، الان حاليا 2019، حصلت على كيا 2019. بالحاله هاي انا جبتها بال 2018، فهو كوكيل طلب مني اني ما انزلها للسوق الا ببدايه ال 2019، فبالحاله هاي هذا لا يعتبر قيد على اني ما اقبل له قيمه الصفقه. فبالحاله هاي انا بقبل له قيمه الصفقه حتى لو طلب مني الوكيل انه انزل هذا المنتج بال 2019. في بعض القيود، مثلا بجيب اله معينه فبطلب مني البائع انه لا تستعملها الا لا، خلينا نقول لا تبيعها الا لجمعيات، انا بعطيك اياها بثمن منخفض، بس بالحالة هاي أنت ما بتبيعها إلا لجمعيات خيرية مثلاً، فهذا لا يعتبر قيد يؤدي إلى عدم قبول قيمة الصفقة. يعني عندما يكون المشتري ممنوع من إعادة بيع البضاعة فإن هذا يؤدي بالنسبة للبضائع موضوع التخمين. على سبيل المثال أنا يتم بيع مثلاً شحنة أخشاب قيمة الطن 250 دولار، يتم شحنها للأردن بسعر صفقة مكتملة الأركان بشرط واحد أنه توريد مكاتب مصنعة للمصدر بواقع مكتب عن كل طن أخشاب. فبالحالة هاي لو سألنا شو قانونية الشرط الوارد على سعر الصفقة، هون بالحالة هاي الشرط أثر على قيمة الصفقة كون البيع محدد بمقابل لا يمكن تحديد قيمته، وبالتالي الشرط يخالف قبول قيمة الصفقة. حسب الملاحظات التفسيرية الموجودة في تعليمات القيمة 6 لسنة 2028 على ألف على 2، أن يتوقف تحديد قيمة البضائع المستوردة من قبل البضائع على قيام المشتري بشراء كميات محددة من بضائع أخرى. فبالحالة هاي أنه صفة أنا ببيعك سلعة معينة بالمقابل أنت بتأخذ بتبيعني بضاعة ثانية، فبالحالة هاي الثمن المدفوع أو خلينا نقول بكون لا يتم اعتماد قيمة الصفقة في هذا المجال. على سبيل المثال في عندنا مثال هون مصنع أثاث ببيع سعر غرفة النوم بمبلغ 900 دولار بشرط أن يقوم المشتري ببيع شحنة بدلات أو ألبسة بسعر 100 دولار للبدلة إلى البائع. يعني صفت هون عملية مقايضة، ببيعك سلعة معينة بتبيعني أنت سلعة معينة، فبالحالة هاي ممكن المبلغ يكون مخفض لدى الجهتين. إن سعر بيع البضائع المستوردة يعتمد على سعر بيع مشتري البضاعة المستوردة لبضاعة أخرى إلى بائع البضاعة، وعليه لا يمكن تحديد القيمة الحقيقية للصفقة. يعني هون بالحالة هاي لا يمكن تحديد قيمة الصفقة ولا يتم اعتمادها كقيمة صفقة. الشرط الثالث انه لا يستحق للبائع اي جزء من حصيله اعاده بيع البضائع او استخدامها في مرحله لاحقه من جانب المشتري بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمه. حصيله اعاده البيع تعني ان يتفق المصدر والمستورد المشاركه في نسبه أرباح معينة ويتم تحويل هذه النسبة إلى المصدر لاحقا. كمان من شروط قبول قيمة الصفقة ألا يكون المشتري والبائع بينهما علاقة ارتباط تكون تؤثر على قيمة الصفقة.
طبعا تشير الاتفاقية بوضوح إلى أن قيمة الصفقة عندما تكون بين أطراف مرتبطة فيجب التأكد من عدم تأثير الثمن المدفوع أو المستحق دفعه بهذه العلاقة. مش موضوع أساسي أو مش خلينا نقول قاعدة إنه إذا في علاقة ارتباط بين المستورد والمصدر إنه ما أقبل قيمة الصفقة، بس أنا ببحث في موضوع القيمة ممكن أقبلها وممكن ما أقبلها. يعني مش موضوع أساسي إنه إذا وجد علاقة ارتباط إنه ما تنقبل قيمة الصفقة. في عندنا مثال هون إذا سمحتوا، عندي الصنف طبعا هو أحذية في منشأ إيطالي، عندي تاجر جملة وعندي بالكمية اللي موجودة 1000 دزينة، تبين وجود علاقة ارتباط أثرت على سعر الصفقة. عندنا القيود التالية، موجود عندنا قيود خلينا نقول أحذية مطابقة بسعر مقبول كقيمة صفقة، بس هون المجال اللي هو تاجر تجزئة، قيمة الزوج 32 دولار للدزينة، 800 دزينة المبلغ العدد، تاريخ الشحن 7/11/2017 للمنشأ إيطالي. بالمقابل عندي قيد ثاني أحذية مطابقة بسعر مقبول كقيمة صفقة، نفس المجال، صاحب البضاعة اللي جاب لنا هون اللي هو تاجر جملة، بمبلغ 29.5 دولار للدزينة، الكمية 800 دزينة، الشحن كان 15/11/2017. هسا بالحالة هاي كونه تبين عندي وجود علاقة ارتباط بين صاحب العلاقة وبين بين المستورد والمصدر، فبالحالة هاي لا يتم قبول قيمة الصفقة، بالتالي يتم اللجوء إلى الطرق المختلفة اللي هي قيد مشابه، قيد مطابق والقيد المشابه. فبالحالة هاي لا يتم اعتماد القيمة لأنه يوجد علاقة ارتباط، ويتم اللجوء إلى المواد القانونية من 30/1 / 30/ب حتى يتم تخمين القيمة أو تقدير قيمة البضاعة الواردة. هسا شو مفهوم إنه يكون في موجود علاقة ارتباط بين المشتري والبائع؟ شو المفهوم؟ إذا كانوا مثلاً موظفين مع بعض أو واحد منهم مسؤول عن الشخص الثاني، إذا كان معترف بهم قانونياً كشركاء في العمل، إذا كانوا صاحب عمل ومستخدمين، إذا كان هناك شخص يملك أو يحصل أو يحمل أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 5% من الحصص أو الأسهم التي تمنحه حق التصويت، فبالتالي يعتبر هناك علاقة ارتباط. إذا كان أحدهم يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان كلاهما خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص ثالث، إذا كانوا من نفس العائلة حتى خلينا نقول المنزل الثالثة، ممكن نكون إنه أعتمد إنه في علاقة ارتباط ممكن تؤثر على قيمة الصفقة. بنلاحظ إنه حالات الارتباط اللي شفناها كلها محددة بالقانون، ولا يجوز اعتبار أي حالة أخرى من غير المذكورة سابقا كحالة ارتباط، وخاصة وكلاء الصنف والموزعين الوحيدون في المملكة الذين تربطهم علاقات بيع وشراء، ولا يوجد بينهم أي حالة من حالات الارتباط المنصوص عليها بالقانون، حيث لا يعتبر هؤلاء مرتبطين. مثلا وكيل خلينا نقول سلعة معينة بدولة أجنبية وإله وكيل موجود هون، فبالحالة هاي لا هذه لا تعتبر علاقة ارتباط بيناتهم تؤثر على السلعة. في حال وجود ارتباط هذا يعني عدم قبول قيمة الصفقة، لا يعني خلينا نقول بالأساس إنه وجود علاقة إنه لا ما بدي أقبل لك قيمة صفقة،
فممكن أنه يكون في علاقة موجودة، علاقة ارتباط بين الجهتين موجودة، ولكن قيمة الصفقة مقبولة. فهذا بدنا نحطها قاعدة، أنه حتى لو كان في علاقة ارتباط بيناتهم لا ممكن أنه تنقبل قيمة الصفقة، إلا بحالة أنه إذا أثر هذا الارتباط على قيمة الصفقة ممكن أنه بالحالة هاي أنه يعتبر أنه علاقة ارتباط أثرت على قيمة الصفقة. بحالة مثلاً أنه تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم البضاعة إذا أثبت المستورد أن القيمة قريبة جداً من إحدى القيم الاختبارية لبضاعة استوردت في الوقت ذاته ما أمكن لقيمة صفقة لبضاعة مطابقة أو مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها. يعني حتى لو في علاقة ارتباط وهذه العلاقة اطلعت على السلعة الموجودة عندي فوجدتها إنها ضمن القيود اللي موجودة لمعاملات سابقة لأناس مختلفين لأناس خلال نفس المدة، فبالحالة هاي لا يتم قبول قيمة الصفقة ولا يعتبر هذا إنه ارتباط يؤدي إلى الإخلال بقيمة الصفقة. طبعا زي ما حكينا إذا وجدنا إنه هذا العلاقة تؤثر على قيمة الصفقة يتم إبلاغ صاحب العلاقة المدة اللازمة لإثبات قيمة الصفقة، ويكون تبليغ خطي بنبلغ صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بموضوع الشك في قيمة الصفقة ويقوم بإثبات قيمة الصفقة. بخلاف ما ورد في أولاً فإننا نواجه الاحتمالات التالية: يوجد علاقة ارتباط وقيمة صفقة غير مشكوك فيها بناء على معلومات متوفرة لدى الدائرة مسبقاً، أو الارتباط لم يؤثر على القيمة، عندها يتم قبول قيمة الصفقة زي ما حكينا قبل شوي، حتى لو في علاقة بس أنا بقبل له قيمة الصفقة. طبعاً يوجد حالات ارتباط وقيمة الصفقة مشكوك فيها، وذلك من خلال المعلومات المتوفرة للدائرة مثل توفر قيم اختبارية تؤيد هذا الشك، عندها يتم إبلاغ المستورد بذلك ويتم إعطائه مهلة لتقديم المزيد من المعلومات التي تمكننا من الاطلاع على الظروف المحيطة بالصفقة. بطلب منه أنه يقدم لي كافة المراسلات التجارية، عقود، حوالات بنكية، وببحث فيهم. طبعاً بس أبحث بالوثائق اللي قدم لي إياهن ممكن بطلع بنتيجتين، ممكن أطلع بنتيجة أنه علاقة الارتباط لم تؤثر على قيمة الصفقة وهنا يتم قبول قيمة الصفقة حسب المادة 28 على ألف من القانون. الحل الثاني أو الاحتمال الثاني أنه الارتباط أثر على قيمة الصفقة وهنا يتعذر تطبيق مفهوم قيمة الصفقة من القانون ويتم اللجوء للمواد القانونية المنصوص عليها بالمواد من 29 إلى 31 من القانون. طبعاً في عندنا مثال هون، استوردت شركة موجودة في الأردن من الشركة الأم أجهزة إنارة بعدد 1000 جهاز بسعر 10 دولار، ومن خلال اطلاعها المباشر على المراسلات تبين أن الشركة تبيع الجهاز للمستوردين في الأردن لغير فرعها ب15 دولار، حيث تدعم الشركة الأم فرعها في الأردن بفارق السعر أعلى. هل هناك بالحالة هاي هل هناك علاقة ارتباط بين البائع والمشتري، وما هو السند القانوني؟ ما هو مقدار تأثير الارتباط على القيمة؟ هل يمكن تحديد القيمة الجمركية ضمن مفهوم قيمة الصفقة أم لا؟ في ضوء المعاملات أعلى هل يمكن تحديد القيمة الجمركية الواجب استيفاء رسوم عنها؟ والسؤال هنا: في حال توفر شروط الأربعة السابقة الذكر في الصفقة، بمعنى أن لا قيود على استخدام البضاعة وعلى التصرف بها والبيع أو الثمن لا يرتبط بشرط لا يمكن تحديد قيمته، وأن البائع لا يستحق أي حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها،
أو استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري والبائع، والبائع والمشتري غير مرتبطين، فهل ذلك يعني بالضرورة قبول قيمة الصفقة المسموح عنها؟ الجواب طبعا جاء في المادة 28 الفقرة ح من القانون، والتي نصت على أنه إذا تبين أن هناك أسباب معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق أو المعلومات الواردة فيها بما فيها الشروط الأربعة السابقة الذكر، عليك أن تبلغ المستورد خطيا بتلك الأسباب وتمنحه مهلة كافية لإثبات قيمة الصفقة. فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة تطبق المواد من 29 إلى 31. في حال عدم قبول قيمة الصفقة وفق أحكام المادة 28 من القانون، نصت المواد 29 30 31 من القانون على اعتماد الأساليب التالية بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن. أول أسلوب ممكن ألجأ إليه بعد قيمة الصفقة إذا ما قبلت قيمة الصفقة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة المنصوص عليها في المادة 1 والمادة 30 على ألف. المفهوم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة هي بضائع بيعت للتصدير إلى نفس البلد المستورد وصدرت في الوقت الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، حيث مفهوم البضاعة المطابقة هي بضاعة تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والسمعة وتؤدي نفس الوظيفة ومن نفس المصدر ومن نفس المنتج ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر مثل اللون إلى استبعاد البضائع المتوافقة فيما عدا ذلك من تعريف البضائع المطابقة. يعني مفهوم البضاعة المطابقة هي بضاعة مطابقة بكافة التفاصيل. في مفهوم خاطئ عندنا ممكن بيقول لك البضاعة المطابقة هي بضاعة جابها نفس الشخص استوردها نفس الشخص في وقت سابق، لا هذا مفهوم خاطئ. ممكن يكون موضوع انه يكون نفس صاحب العلاقه موضوع اللي قاعدين بنقدر له بقيمه بيانه، فهذا مش شرط اساسي. حسب تعليمات 6 العام 2000 الخاصه بالقيمه الجمركيه، عند تحديد القيمه الجمركيه وفقا لقيمه الصفقه لبضائع مطابقه او مشابهه لا تؤخذ البضائع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا عندما لا يوجد بضائع مطابقة أو مشابهة ينتجها نفس الشخص. هون بنحكي عن من نفس المصنع، يعني مثلا سين جاب بضاعة معينة من المصنع صاد، وبالتالي أنا بالمنزل الأولى لازم أشوف قيد جاي من نفس المصنع من اللي هو مصنع صاد وليس نفس صاحب العلاقة، بضاعة نفس صاحب العلاقة. حتى لو كانت بضاعة نفس صاحب العلاقة ما في أي مشكلة، بس المفهوم الخاطئ أنه البضاعة، في ناس بخلط بالموضوع أنه قيد مطابق معناته بده يكون جايب نفس صاحب العلاقة. بالأصل أنه يكون من نفس المصنع، من نفس المصدر، من نفس، يعني في الصين أنا جبت من المصنع صاد، لازم البضاعة مشان تكون قيد مطابق لازم تكون طالعة من نفس المصنع. عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على بضائع مطابقة في عملية بيعت على نفس المستوى التجاري وبكميات مشابهة للقيمة اللي موجودة عندي في، خلينا نقول، خلاف القيمة. فبالحالة هاي أنا مطلوب مني إنه إذا بدي أعتمد على قيد مطابق إنه يكون ضمن نفس المستوى بالأعداد بالكميات خلينا نحكي الصنف نفسه، كافة الميزات، كافة
يعني خليه يكون مطابق من جميع الجهات إذا ما أمكن. فبحالة إنه أنا ما لقيت قيد مطابق، ما لقيت نفس البضاعة اللي جاية، فبلجأ لقيد مشابه أو بضاعة مشابهة. البضاعة المشابهة شو مفهومها عندنا؟ هي قيم التعاقد على بضاعة مشابهة بيعت للتصدير إلى نفس بلد المستورد وصدرت في نفس الوقت، وقت تصدير البضاعة التي يجري تقييمها أو نحوه، هي تكون من إنتاج نفس البلد. مثلاً القيد المشابه من الصين، نفس البلد. خصائص مكونات مادية مشابهة للبضائع التي موضوع التخمين عندنا، نفس الوظائف، تؤدي نفس الوظائف، القيام بالمهام كافة نفس. يعني مثلاً على سبيل المثال عندي قلم، بس مثلاً عندي القلم خلينا نقول هذا بيك وهذا نوع ثاني أو علامة ثانية، فبالحالة هاي بالنهاية هذا القلم نفس بقوم بنفس الوظائف الحسية كاملة، فبالحالة هاي بكون من نفس البلد. لا ليس بالأساس أن يكون من نفس المصنع أو نفس المنتج، أما نفس البلد ونفس السمات والمكونات المادية اللي موجودة بيناتهم. بالإضافة زي ما حكينا بموضوع القيد المطابق، يجب أن تكون الكمية اللي موجودة بنفس المستوى التجاري، نفس الكمية التي نفس كمية البضاعة الموجودة التي نعمل على تقدير قيمتها. إذا لم يتم الحصول على قيمة صفقة لبضاعة مشابهة بيعت على نفس المستوى التجاري أو بكميات مختلفة، ممكن اللجوء إلى مستوى تجاري مختلف، كميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف كميات. شريطة أن تكون هذه التعديلات تكون على أسس تثبت دقة التعديل، سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها. حيثما تندرج التكاليف والأعباء المشار إليها، يجري التعديل مع مراعاة الاختلافات الهامة في التكاليف والأعباء بين البضائع المستوردة والبضائع المشابهة نتيجة الاختلاف في المسافات وسائل النقل. إذا وجد عند تطبيق هذه المادة أكثر من قيمة تعاقدية على البضائع المشتبهة المتشابهة الموجودة عندنا، فبالحالة هاي أنا بأخذ أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية. فزي ما حكينا أنه إذا تواجد عندي عدة قيود مشابهة لهذا الصنف لهذه البضاعة، فأنا بأخذ أقل قيد موجود أو أقل قيمة موجودة بين هذه البضاعة المشابهة. بالحالة هاي إحنا ما لقينا قيد مطابق، ما لقينا قيد مشابه، بلجأ لموضوع الطريقة الاستنتاجية أو الاستقطاعية. الاستقطاعية شو مفهومها؟ عنا إذا بيعت البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المشابهة في البلد المستورد في المملكة بالحالة نفسها عند الاستيراد، فتستند القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بمقتضى هذه الأحكام على سعر الوحدة التي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم أو نحوه. بالحالة هاي أنا بضاعة دخلت علي بأكبر كمية موجودة شبيهة لهذه البضاعة، بشيل منها طبعاً بضاعة موجودة بالسوق تباع بالسوق، بشيل منها العمولات التي تدفع عادة بعد دخولها إلى البلد، الإضافات التي تضم عليها الهامش، هامش المكسب، النفقات العامة في المملكة كلها بقتطعها منها، تكاليف النقل الموجودة والتأمين المعتادة
من حال وصول البضاعة ميناء الدخول حتى وضعها في السوق المحلي، أي رسوم جمركية وضرائب مستحقة في المملكة تشيلها منها، وبحسب على بناء على يعني خلينا نقول بستقطع منها كافة المبالغ التي تم إضافتها بعد دخولها إلى البلد، وبعتمد على أعلى كمية موجودة. طبعاً هاي الطريقة مش موجودة بالوقت الحالي، لأنه إحنا قاعدين بنعتمد على خلينا نقول على الأغلب على قيمة الصفقة، القيود المطابقة والقيود المشابهة. مثال على موضوع الطريقة الاستقطاعية، عندي غسالات موجودة تباع في داخل البلد، وبيعت بحسب جدول التالي. عندي الكمية المباعة كانت أول شيء 40 بيعت ب 300، 42 بيعت 280، 48 قطعة بيعت ب 250، 38 قطعة بيعت ب 350. طبعاً أعلى كمية تم بيعها في هذه الحالة من نفس الصنف طبعاً اللي قاعد أنا بخمن معاملته شبيه إله، بيعت ب 48 قطعة بيعت ب 250. فبالحالة هاي 250 دينار هاي بقتطع منها زي ما حكينا كافة المبالغ التي تم إضافتها عليها حتى تم بيعها في السوق المحلي، بقتطع هذا المبلغ وبعتمد على المبلغ المتبقي في تخمين أو تقدير قيمة البضاعة. طبعاً بعد هيك في عنا الطريقة المحسوبة المنصوص عليها بالمادة 30 على دال على ألف من القانون. تقوم هذه الطريقة على احتساب القيمة الجمركية حسب مكونات أو مدخلات الإنتاج الموجودة، تكاليف مدخلات الإنتاج هي الأساس بهذا الموضوع. بناء عليه يتم احتسابها من احتساب القيمة الجمركية، ويشمل هذا العنصر قيمة المواد، قيمة بأخذة كقيمة مادة أولية، بحسب قيمة المادة الأولية، بحسب أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج البضاعة، التكاليف والأجور والمصاريف التي تنفق على البضاعة حتى وصولها بلد التصدير أو ميناء الوصول، الأجور والتكاليف المصروفة المبينة في البند 7 و8 من الفقرة واو في المادة 28 من القانون، وهي النقل الداخلي في بلد التصدير، أجور الشحن، التأمين، النقل. فبالحالة هاي زي ما هو مفهوم أنه بأخذها كمادة أولية، بشوف التصنيع الذي تم عليها لحد ما وصلت لهذه السلعة، فبالحالة هاي بحسب قيمة التكاليف أو قيمة المنتج بناء على التكلفة، تكلفة المواد التي دخلت فيها. بالنسبة لك كمان بدنا نحكي لموضوع الطريقة المحسوبة، المصاريف أو التكاليف أو أجور غالباً ما تختص ببضاعة مستوردة فقط، لذلك تضم كافة التكاليف باعتبارها جزء من القيمة الجمركية. يعني أي تكاليف موجودة دخلت في كمادة أولية، أنا بأخذ مادة أولية وبضيف عليها كافة التكاليف حتى يتم تصنيع هذه المادة، بناء عليها بحسب قيمة القيمة الجمركية بناء على هذه التكاليف. طيب لو في عنا مثال هون بدنا نحدد قيمة البضاعة مشان يوضح الموضوع، يمكن فيه شوية لبس بالموضوع مشان يكون واضح المفهوم عنا. هون في عنا مثال بدنا نحدد قيمة القيمة الجمركية بناء على الطريقة المحسوبة. طبعاً البضاعة المستوردة هي أطقم طاولات منشأ ماليزي بعدد 100 طقم، كانت تكلفة التصنيع من مواد وأجور 30,000. المصنع يحط نسبة 30% من تكلفة الإنتاج لتغطية خلينا نقول هامش الربح اللي بحصل عليه. أجور النقل والتأمين من المصنع من ماليزيا وحتى ميناء العقبة 6,000 دينار،
الأنصوم والضرائب المدفوعة في الأردن 20,000 دينار. بالحالة هاي القيمة الجمركية تشمل قيمة المادة الأولية اللي هي 30,000، التصنيع والأجور زائد الهامش اللي هو حصل عليه اللي هو 30%، وأي مصاريف تمت داخل بلد الأجنبي اللي هو بلد التصدير زائد النقل والتأمين بصفي المبلغ عنا. بس نجمع هذه كلها بصفي عنا 45,000 قيمة البضاعة. طب بالحالة هاي بدنا نسأل نفسنا المبلغ اللي اندفع خلينا نقول داخل البلد بعد ما وصلت ميناء العقبة هل يتم إضافته إلى القيمة؟ لا يتم إضافته لأنه تم داخل البلد. بعد ما خلصنا من الطريقة المحسوبة بصفي عنا الملجأ النهائي اللي هو المنصوص عليه بالمادة 31 من القانون. طبعا لا يجوز استخدام هذه الطريقة لتحديد القيمة إلا إذا تعذر تحديد القيمة للبضائع حسب طرق القيمة المذكورة سابقا. إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام المواد السابقة تحدد القيمة وفق هذه الطريقة بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذه المواد، وبناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في بلد الاستيراد، إلا أنه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناء على ما يلي: لا يجوز تحديد طبعا القيمة بناء على سعر البيع في البلد المستورد لبضائع منتجة محليا. بضائع منتجة محليا لا يجوز أني أطابقها مع هذه البضاعة. قيم أعلى من قيم بديلة لا يجوز يعني اللجوء إلى قيم أعلى من القيم البديلة اللي موجودة عندي. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير كمان لا يجوز الاعتماد عليها. تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة أو مشابهة. سعر البضائع المباعة للتصدير إلى بلد غير البلد المستورد. قيم عشوائية أو جزافية. حد أدنى للقيم الجمركية. طبعاً تمتاز هذه الطريقة خلينا نقول بالمرونة أكثر من في التطبيق من حيث عنصر الكمية والزمن، بالإضافة أنه يمكن الاستعانة بمعلومات متوافرة لدى أي جهة في المملكة وفقاً لأحكام القانون. كما يجب إبلاغ المستورد خطياً بناء على طلبه بالأسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة. إذا ملاحظين أنتم كل يعني كل نقطة معينة قاعدين بنحكي عن أنه اللي هو حق صاحب العلاقة أني أنا بناء على خلينا نقول طلب إبلاغه بطلب خطي أنه القيمة تحديد القيمة، ويعني حقوق صاحب العلاقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تجاهلها. طبعا الملجأ النهائي ممكن أحصل على بضاعة مطابقة خلينا نقول من بلد ثاني مش من نفس البلد. الملجأ النهائي اللي هو مادة 31 ممكن ألجأ لبضاعة نفس البضاعة اللي جايتني قاعد بقيم فيها، ممكن ألجأ لبضاعة من أنا البضاعة اللي موجودة عندي منشأ الصين، ممكن ألجأ لنفس البضاعة جايتني من منشأ ثاني من تايلاند على سبيل المثال. بضاعة مشابهة نفس الإشي، ممكن بضاعة شبيهة إلها أجتني خلال نفس المدة من دولة ثانية مش الدولة اللي جاي منها البضاعة، فممكن إني ألجأ إليها نفس الإشي. يعني بالحالة هاي بتكون البضاعة مش من منشأ نفسه، من منشأ ثاني، بستند عليها وبعتمد عليها مع تحديد الكميات والزمن وتحديد يعني الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط. المادة الملجأ النهائي أسلوب الاقتطاعي يمكن أن تفسر اشتراط أن تكون البضاعة قد بيعت بحالتها عند الاستيراد في المادة من المادة 30 تفسير مرنا مع المرونة في تطبيق
90 يوم. هسه حصل عندي خلاف على بضاعة معينة، ما هي الآلية التي يتم خلينا نحكي اتباعها في حل من أجل حل هذا الخلاف الموجود عندي؟ طبعا أول ما يجيني البيان أنا كموظف جمارك بقوم بتدقيق الوثائق تدقيق كامل، من ضمن الوثائق الموجودة عندي اللي هي الوثيقة الأصلية اللي هي الفواتير، طبعا تدقيق الفاتورة مهم، جميع البنود اللي موجودة في الفاتورة كل خلينا نقول حقل فيها موجود مهم، يعني أهمية لا ما بتقل عن أهمية أي بنك ثاني. مثلا بهمني أتأكد من صاحب العلاقة، المرسل إليه، الفاتورة، شروط التسليم، القيم اللي موجودة، وحدة السعر، المجاميع اللي موجودة، مجموع خلينا نقول الكتابة والتفقيط، هذا كله مهم للتأكد من قيمة الصفقة. مثلا على سبيل المثال ممكن انك تلاقي تجد معظم الأصناف قيمتها مقبولة باستثناء صنف واحد مش مقبول بكمية عالية، مثلا عندي أصناف صنف واحد كميته 100 حبة، صنف اثنين كميته 300 حبة، الصنف مثلا خلينا نقول كميته 5000 حبة، يعني إذا ملاحظين أنه الكميات اللي موجودة عندي 100 200 300 متشابهة باستثناء صنف واحد عندي كميته 500، ممكن أنه يكون مثلا الكميات القليلة قيمها مثلا عالية، على سبيل المثال قيمة 100 حبة مثلا قيمة معدل الحبة 51، 360، 5000 حط قيمتهم مثلا موجودة قيمتهم 15 كونهم كمية، مع العلم انه فبالحالة هاي ممكن انه يكون ككمية عالية ممكن بالخطأ او اشي سبب معين كانت قيمتهم منخفضة، فبالحالة هاي لازم اتأكد انا من القيم اللي موجودة كاملة انه قيمة الصنف الفلاني كذا الكميات اللي موجودة عندي، بالتالي لازم حقول الفاتورة كاملة أني أدقق عليها وأتأكد من قيمها. كمان من ضمن الوسائل اللي بقوم فيها أنا كموظف بتأكد من القيمة، بتأكد من قيمة مثلا عندي 100 حبة قيمة الحبة مثلا 5، بتأكد أنه هذول مجموعهم لازم يكون حاصل تبعهم 500، أتأكد من مجموع الحاصل أنه 500 مثلاً، ما يكونش أنه بالغلط سقط مثلاً 100 حبة في 5 المجموع 300، فبالحالة هاي أنا ملزم أني أتأكد من كافة الوثائق اللي موجودة بالفواتير المقدمة. طبعاً ممكن بخطأ معين أو لسهو معين أنه بدل مثلاً المجموع ما يكون 30,000 يكون المجموع عندي 3,000، يعني خطأ طباعة أو خطأ أيًا كان الخطأ، مقصود مش مقصود، ممكن إنه يكون في خطأ بخلينا نقول المجموع النهائي. شغلة ثالثة ممكن إنه يكون عندي صنف معين معفي ما بدفع أي مبلغ، مع خلينا نقول معفي ومعفي زي ما بنسميه إحنا، بحطه بقيمة عالية، بالمقابل ممكن أن يكون القيم الثانية اللي موجودة بتدفع نسبة معينة بخفض قيمتها، فهاي ممكن واحدة من النقاط اللي ممكن بندقق عليها. يعني موضوع البند كمان مهم بموضوع القيمة، مش حتى لو كان البند معفي هذا لا يعني أنه تكون قيمته خلينا نقول ما أهتم بموضوع قيمته،
أنا شو ما كان البيان عندي سواء كان معفي مش معفي بدفع إدخال مؤقت وضع في الاستهلاك، أنا بأخذ هذا الموضوع بجدية. ما بهمني إنه البيان هذا بدفع البنك بدفع أو ما بدفع، أنا بالنهاية بخمن شو ما كان، بنسى موضوع إنه بدفع أو ما بدفع، بالنهاية أنا بخمن تخمين شو ما كان البيان. طبعا بالإضافة ل بتأكد أنا تدقيق حقول البيان، صاحب العلاقة خلينا نقول المرسل، طبيعة اسمه اللي موجود، الاسم اللي موجود على البيان والاسم اللي موجود بالوثائق مطابقة، كميات بتأكد من حقل الكميات اللي موجودة في الوثائق اللي موجودة، تأكد من الملاحظات إذا في ملاحظات بالبيان بالخانة 9 بتأكد منها. طبعا للعلم إخواني إنه موضوع الحقل 9 بلغي أي حقل من حقول البيان. مثلا أنا منظم بياني على أساس إنه مثلا قيمة البيان 100,000، بالحقل 9 تحفظت كتبت إنه القيمة الحقيقية للبيان هي خلينا نقول 70,000، فبالحالة هاي التحفظ بالخانة 9 بلغي القيمة اللي موجودة 100,000، تصفي 90,000 اللي هي بالحقل 9 هي القيمة الحقيقية، وفي حال وجود خلاف بينها وبين الوثائق يتم مخالفتها بناء على الخانة 9 وليس على القيمة اللي موجودة في حقل القيمة. بالإضافة لذلك الشحن، بتأكد من موضوع الشحن، حقل الشحن من الحقول المهمة عندي في البيان. العمولات التي كافة العمولات الشحن التأمين اللي موجودة على نموذج البيان كمان هاي شغلة مهمة وأساسية عندي. المنشأ، بتأكد من المنشأ إنه مطابق للمنشأ اللي موجود، لأنه بضاعة جاية من منشأ معين بتختلف عن إذا كانت من منشأ ثاني بالنسبة لموضوع القيمة. فموضوع المنشأ كمان من الحقول الأساسية اللي لازم أدقق عليها في موضوع القيمة. القيمة الإجمالية بالإضافة لهذا الإشي كله بدي أتأكد، لازم أتأكد وأكون متأكد من القيمة الإجمالية على البيان ومطابقتها مع الوثائق اللي موجودة عندي. طبعا في ممكن انه يحصل اخطاء معينه في موضوع القيمه، ممكن يكون المبلغ كتابه بيختلف عن المبلغ تفقيط، وبالتالي لابد من التاكد من موضوع القيمه تفقيطا وكتابه، لابد بشكل اساسي من التأكيد من موضوع التفقيط والكتابة. هذا طبعا شكل البيان، الكل ما بيخفى على حدا منا كيف بيجي الخانات اللي موجودة فيه، خانات القيمة، خانات الحقول المختلفة اللي موجودة في البيان. طبعا إذا هاي بنظل نعيدها بشكل متواصل، إذا تبين أو كان موجود لدينا شك معين تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات اللي مقدمة لنا بالبيان، نبلغ صاحب العلاقة خطياً بتلك الأسباب، ويتم منحه مدة كافية من أجل إثبات قيمة الصفقة بالوثائق اللي موجودة عنده، بالوسائل اللي موجودة، خلينا نقول بالحوالات، كافة الوثائق الموجودة اللي تثبت قيمة الصفقة. طبعاً أصافية ممكن إنه البعض يتساءل إنه طيب أنتوا بناء على إيش أنتوا بتتأكدوا من قيمة الصفقة؟ طبعاً في موجود عنا في شؤون القيمة أنظمة معينة يتم الاعتماد عليها من أجل تخمين أو تقدير قيمة البضاعة. من ضمن هذه
خلينا نقول الأنظمة اللي موجودة اللي هو نظام القيمة المركزي. نظام القيمة المركزي طبعا هو نظام موجود تم إنشاؤه في شؤون القيمة عام 2002 بالتعاون مع تكنولوجيا المعلومات بين القيمة وتكنولوجيا المعلومات. هو طبعا وسيلة داعمة لعملية التقدير، متطلب من متطلبات المنظمة، منظمة الجمارك العالمية. طبعا هذا النظام فيه موجود عليه قاعدة معلومات لمستخدمين هذا النظام. طبعا مستخدمين هذا النظام اللي هم أي حد له علاقة بموضوع وحدات التخليص، التخمين، التقدير، له علاقة بموضوع بكون معه صلاحيات على هذا النظام، ويتم تغذية هذا النظام من قبل موظفين متخصصين بشكل يومي متواصل. يتم طبعا بشكل متواصل موظفين مسؤول قسم أبحاث القيمة وموظفي القسم بشكل متواصل موضوع التدقيق على هذا النظام بحالة أنه لا سمح الله في قيد موجود بالخطأ بقيمة أعلى بقيمة أقل بعملة مختلفة يتم التدقيق عليه ويتم سحب وتنقيح هذا النظام بشكل متواصل. طبعا الأنظمة أو القيود التي النظام هي القيود المقبولة والقيود المقبولة الحديثة. طبعا كيف الآلية بتتم؟ بتتم من قبل الموظف بس يحصل على بيان مثلا خمن بضاعة معينة وهو قاعد بسحب بالقيود اللي موجودة عنده لقي قيد موجود بقيمة خلينا نقول مناسبة للبضاعة موضوع التخمين فبيعتمد على هذا. بس خلينا أكمل النقطة. ده بتم إدخال هذا القيد على نظام القيمة وبالتالي بكون موجود على قاعدة القيمة. في حال وجود صنف أو بضاعة مشابهة لهذا الصنف يتم خلينا نحكي اللجوء إليه والاعتماد عليه. طبعا مدخلين البيانات تاي موجودين في شؤون القيمة وموجودين في وحدات التخليص. بس أنا خليني أكمل هالنقطة وأفتح المجال إذا في أسئلة. بس خليني أكمل هالنقطة اللي موجودة عندي. موضوع موظف الوحدة أو موظف التخمين إذا حصل على قيد معين وشاف إنه لازم يدخل على نظام القيمة بأخذ من مساعد القيمة موافقة على إدخاله ويتم إنزاله على هذا على هذه القاعدة. أنا هسا بعطي المجال إذا في حد أسئلة معينة أنا جاهز. أحمد بيك سامعني؟ الله صباح الخير يعطيك العافية. يعطيك العافية محاضرة طويلة عن جد يعني بدها أكثر من نهار حتى الواحد يأخذ كل المعلومات وتكون الفائدة كتير كبيرة. الله يقويك أول شيء. سيدي أنا عندي استفسارات تقريبا 10 استفسارات من أكثر من بند حسب المحاضرة اللي أعطيتنا إياها. راح أبلش بس بسؤال استفسار. هلأ أنت حضرتك قلت إنه يضاف إذا كانت البضاعة القيمة تبعتها واضحة ممكن يتم إضافة أمور تانية على التخمين. جد عن جد المحاضرة بدها أكثر من نهارين. أنا بقول هلأ أنا عندي بعض الاستفسارات بعد إذنك. نعم. الاستفسار الأول بتعلق بالبند الخصومات اللي حكيت عنه حضرتك. حكينا إنه جزء من الخصومات بتعلق بالكميات المشترى. نعم. هلأ هذا ينطبق على جميع أنواع البضاعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الخصم بيكون لازم يكون محدد على الفاتورة من الشركة الموردة أو المصدرة؟ نعم. بتحب أكمل الاستفسارات كلها ولا واحد واحد؟ لا خلينا هذول مبدئياً. أسرع بالنسبة لموضوع الخصومات. الخصم طبعاً ستي حق من حقوق صاحب العلاقة. فبالنهاية أي خصم مثبت بتضمن خصم كمية،
خصم نقدي، خصم تجاري، أنا ملزم إني أقبل له قيمة الصفقة. طبعاً الخصم بحالة إنه أنا لقيت عند مثلاً عندك خصم معين، أنا بالحالة هاي أنا العقود تاعتك بدها تكون تثبت لي إنه في خصم، الوثائق جميع الوثائق اللي موجودة عندك بده يكون مثبت عليها خصم. بالمقابل واحد من أنواع الخصومات اللي حكينا إنه مش ممكن إني أقبله اللي هو الخصم مبهم، يعني مثلاً الوثائق اللي موجودة عندك invoice موجودة مكتوب عليها discount، إيش شو discount؟ هيك بس اسم، ما في أي شيء بثبت شو هو هذا الاسم. فأنت إذا عندك خصم بيشمل هذول الخصومات وأثبتيه بكافة الوثائق اللي موجودة عندك، بالعقود، بالبيانات، الوثائق المقدمة من قبلك لإثبات هذا الخصم، وتبين إلنا أنه واحد من الخصوم هذول اللي هو تجاري نقدي كمية، أنا ملزم إني أقبل لك إياه. السؤال الثاني إيش كان عندك؟ السؤال الثاني يجب أن يكون مثبت على الوثائق. الفواتير. لا، هو بالأصل لازم يكون مثلاً موجود عندك ديسكاونت، نسبة الديسكاونت، أو على بالمجموع النهائي للقيمة مثلاً المبلغ كذا مخصوم منه مبلغ معين هذا خصم. أنا هون ممكن بالإنفويس نفسها ما أستدل إنه هذا الخصم حصلت عليه مقابل كذا كذا، بجوز الفاتورة ما تثبت لي إنه أنت حصلت على الخصم هذا هيك هيك هيك. فأنا بالحالة هاي إذا كان عندي شك بموضوع، إذا سألتك مثلا هذا الخصم اللي هو 15% مثلا ما أخذه، إيش هو هذا، شو طبيعته، شو كذا، فأنت بالحالة هاي بدك تثبتي لي الموضوع هذا الخصم بالوثائق اللي موجودة عندك. يعني ممكن أنا أفرجي إنه استيرادي لهاي المادة خلال سنة 100,000 علبة، فأنا بستاهل هذا الخصم. الخصم أصلاً مين بده يكون معطيك إياه؟ اللي هو خلينا شركة. بالضبط. فهم يوم بدهم يكونوا معطينك إياه، معقول مثلاً يعطوك إياه بدون مثلاً اتفاق معين، بدون إنه إحنا أعطيناك الخصم بناء على إنه أنت أخذتي من عندنا مثلاً 100,000 حبة خلال مدة معينة، خلال هذا كله بكون مثبت عندكم. مظبوط. مظبوط. مية مية. بناء على هاي المعلومة اللي موجودة عندك أنا بقبل لك قيمة الصفقة أو الخصم، اللي عفواً الخصم. أوكي. السؤال الثاني سيدي، حكينا عن الموضوع البضاعة التي يتم إخراجها بالتأمين في حال اختلاف على القيمة، إنه أنا عشان ما أترك بضاعتي بالمطار ممكن أخرجها أطلعها بالتأمين لحين الحصول على القرار النهائي. تمام. لا، هاي البضاعة اللي أنا بطلعها بالتأمين أنا بكون استوفيت الرسوم الجمركية، ضريبة المبيعات على القيمة اللي قررها الجمرك. خلينا نحكي مثلا ضريبة مبيعات 16%، وأنا بدي أعترض عليها بدي إياها تحول 4%. هل يجوز لصاحب العلاقة إنه هاي البضاعة ينزلها على السوق بالقيمة التي تم استيفائها على 16% على السعر العالي؟ هسا بالأصل أنت لسه أصلاً هو ممنوع أنك تبيع بضاعتك بالوقت الحالي، أو خلينا نقول تنزليها على السوق إلا لحد ما خلونا نقول ينتهي الخلاف الموجود بينك وبين السلطات الجمركية. ليش؟ لأنه مثلاً أنت على أساس بدك تكلفي بضاعتك، كيف بدك تكلفيها؟ إذا كلفتيها على المبلغ العالي مش منطق، وإذا كلفتيها على المبلغ اللي أنت متوقع أنه مبلغ هو صحيح عندك كمان مش منطق. فبالحالة هاي حتى انت بضاعتك انت بتطلعيها بالتأمين، بس انت بتستني شوي، ما بتطلعيها بتنزليها على السوق، لانه فيه بكون كفالات معينة انه بلزموك انك لا تنزليها على السوق الا لما ينتهي الخلاف في بعض حالات مثل مواصفات غذاء دواء كذا. بحالة انه انت بدك تكلفيها ومثلا طلعتيها بدك تطلعيها على السوق البضاعة، بتوقع انه مش منطق انه انت لسه ما طلعت بنتيجه، انه البضاعه اللي جبتها انا بدكم تعتمدوا لي قيمتي ولا ما بدكم تعتمدوا لي. فانت من هاي الناحيه بصفي عندك موضوع، خلينا نقول تكليف بضاعتك بصفي موضوع غلط هون. مزبوط. ما كلفتي بالمبلغ الصحيح. ف ليش ما نستنى مثلا على لحد ما ينتهي خلينا نقول الخلاف الموجود، وبعدين بناء عليه يعني بتكوني على بينة على إيش بدك تكلفيها. ما هو سيدي العزيز مرات القرار الجمرك بياخد وقت عشان ليطلع، وفي بعض البضاعة لها تاريخ انتهاء، مش معقول ضلك حابس بضاعتك بالمستودعات لحتى ناخد قرار نهائي جمركي. فبهاي الحالة هل لحق للتاجر، برجع بسأل مرة تانية بعد إذنك، إنه أنا بدي أكلف على السعر العالي؟ هسا كتكليف أنا يعني هذا بصفي موضوع بخصك أنت، إنك بدك تكلفي على العالي ولا بدك تكلفي. أنا بالنهاية هسا إذا أنا قبلت لك قيمتك بعد
وقت، قبلت لك القيمة، فأنا بدي استعيد لك المبلغ هذا. طب هذا أنت منتي حطيتي تكلفة عليك مزبوط، وبدك وبده ينعكس على خلينا نقول على المستهلك ولا لا؟ طبعا حقك أنت بهاي الحالة إنه ما ترجع لي حقي لأنه أنا نزلتها على السوق. أنا بضبط مطالبتي يعني. موضوع مطالبتك هسا أنت معك خلينا نقول إحنا ضامنين لك حقك، أنت مثلا طلعت بضاعة بالتأمين وأخذنا منك مثلا خلينا نقول بيننا وبينك كان المبلغ اللي عليه خلاف 5000، أنا بأخذ عليهم مثلا موحد ومبيعات بالمبلغ هذا. صح. بالأصل أنا بس ينتهي الخلاف أنا بعيد لك إياهم، فموضوع التكليف أنا ما عندي مثلا خلينا نقول جواب شافي إنه أنت تكلفي على هذا الإشي ولا على هذا. المهم إنه في نهاية الحكي إنه في خلاف ولا بد إنه يحصل، يعني خلينا نقول ينحل الخلاف بيننا وبينكم إن شاء الله. إن شاء الله يا ستي. كمان سؤال بعد إذنك تحملني. تفضلي. لا ما في مشكلة. هلا أنا عندي بضاعة سيف برايس، تمام، يعني واصلة للمطار ومضاف عليها جميع أنواع الشحن. نعم. نحكي إنه هاي البضاعة كان قيمتها 50 دولار. أوكي. لسبب ما الشركة الصانعة ما قدرت تشحنها مع طلبية كبيرة، خلنا نحكي، ورجعت باك أوردر، يعني تم شحنها ببوليصة من فردة. الشحن بيصير على بوليصة من فردة، بتعرف قطوفتك إنه بيصير شوي زيادة بتصاريف الشحن. عند القيمة بيجي بيحكي لي موظف الجمرك هاي البضاعة قيمتها 50 دولار، بيضيف علي الشحن 200 دولار المكتوب على البوليصة، مع إنه أنا بضاعتي. فهل يحق له إنه هذا الحكي يصير؟ هسا المبلغ اللي موجود الشحن هذا شو أصله، شو طبيعته؟ هل مكتوب على البوليصة؟ بكون مرات بعض البوالص الشحن بالطيارة بكون مكتوب عليها الرقم 200 دولار، فلما بنسأل الاتحاد بقول لك هذا شحن. بس اندفع فعلا، اندفع هذا المبلغ، اندفع من السبلاير مظبوط، مش يعني هو منه. دفع مش أنا اللي دفعت. هلا لأنه بعطي سيب فاتورة. طيب سيب. بإمكانك تثبتي هالحكي هذا إنه هذا المبلغ مش أنا اللي دفعته، مش طبعا. إيه أنت موجود عندك سيف، أنا ببحث بموضوع على أساس إنه بضاعتك سيف واصلة، فبالحالة هاي أي مبلغ موجود إذا ما أنت دفعتيه. هسا شو مفهوم، خلينا نقول مفهوم قيمة الصفقة عنا. قيمة الصفقة هو المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع. أي مبلغ اندفع أو مستحق عليك إنك بدك تدفعيه ثمن هذه البضاعة، إذا أنت فعلا ما دفعتي هالميتين هاي، أنت بتقدمي الإثباتات والوثائق بتقولي يا عمي أنا بضاعتي سيف وأنا ما نهائيا ما دفعته. أما بحالة إنه اندفع وانضم لقيمة هاي البضاعة، طبعا بده لازم يأخذوا منك. تمام. يعني أنا بقدر يعني أنا بقدر أفرجي مثلا العقد بيني وبين شركة إكس عبارة عن سيف، فبالتالي أنا مش دافع هذا المبلغ. طبعا. بس بالأصل السؤال، الحوالات اللي عندك اللي موجودة بتأكد إنك دفعتي هالإشي هذا ولا ما دفعتيه؟ تمام. أوكي. لا أنا مش يعني دافع أكيد، لأنه يعني بالتالي بالنهاية أختي العزيزة إنه لازم أي إثباتات موجودة عندك، أي وثائق تثبت إنك أنت ما دفعتي، أنت المبلغ اللي دفعتيه خلينا نقول 5000 قيمة البضاعة، من ضمنها الشحن، من ضمنها سيف، من ضمنها كافة التكاليف، فأنت ملزمة إنك تجيبي الحوالي بهذا الإشي. إذا تبين خلال العقود إنه فعلا أنت دفعتيهم الميتين هذول ومش يعني بضاعتك صفت بالحالة هاي مش سيف، فبالحالة هاي ملزمة إنك تدفعي هذا المبلغ. طب حتى سيدي العزيز لو كان الدفع مؤجل، يعني انا بدفع مثلا بعد 150 يوم، فانا نعم. بدي اثبت لك بالعقد انه انا سيف، صح؟ نعم. هسه الدفع المؤجل قيمه الصفقه زي ما حكينا ليس بالاساس انها تكون مدفوع نقدا. الدفع صح. الدفع المستحق او الدفع مستحق الدفع او مدفوع نقد فعلا، يعني يا مدفوع يا مستحق. حتى طبعا. لو ما كنت لسه ما دفعتي هذا مبلغ قيمه البضاعه. أوكي. في عندي بعد إذنك سؤال بتعلق بالبضاعة على free of charge. هلا زي ما حكيت حضرتك إنه في بضاعة بتيجي free of charge بدون قيمة، نعم، سواء كانت مواد دعائية، سواء كانت عينات، سواء كانت هدايا أو غير هيك. هلا موظف الجمرك بيجي بيحكي لي أنا بدي أفتح على الإنترنت أشوف قديش ببيعوها ببلد المنشأ. لا يعني مش منطق انه يجي حاسبني انا قديش البضاعة بتنباع ببلد المنشأ، يعني انا مش ما اخذتها عشان اتاجر فيها شغلة واحدة. الشغلة الثانية مثلا انه
التاجر مرات بيجي بونص من الشركة، أنا أعطيتك مثلا 100,000 علبة من صنف معين وإلك تاخذ عليهم مثلا 10 حبات 20 حبة وهكذا. فليش بقارن لي سعري ببلد المنشأ؟ فالتاجر يعني له نسبة ربح، فإذا بده يقارني ببلد المنشأ يعني ما بحس فيها شوية. طيب ستي، موضوع إني أدخل على النت وأدخل على بلد المنشأ وعلى خلينا نقول على السوق المحلي هناك وأخذ بضاعة وأجي أخمن بناء عليها، هذا مش منطق نهائياً. شكرا. هذا مش منطق نهائياً. أنا من ضمن المواد القانونية اللي ممكن أستعملها في تحديد القيمة المادة 31. المادة 31 بتسمح لي، بس مش بهذا الأسلوب. المادة 31 أنا ممكن أني أخاطب المصنع اللي جبتي منه، مصنع مش بضاعة بتنباع بالسوق المحلي، خلينا نقول بمحل تنباع قاعدة للمستهلك هناك، يعني مش من المصنع نفسه. أنا بالمادة 31 ممكن أني ألجأ لموضوع خلينا نحكي المصنع نفسه زودني بالبضاعة، زودني بقيمة كذا. أنا ممكن أني وهذا بحصل عندنا بالقيمة، أنا قاعد بلجأ باسم وهمي، يعني هاي يمكن بدي أعلنها إلكو، إحنا باسم وهمي، إيميل وهمي، بنبعث إيميل للمصنع هناك بنقول له إحنا من البلد الفلاني بدنا البضاعة كذا بدنا، وهذا يحق لنا بالقانون لأنه بالمادة 31 مسموح لنا إنه إحنا إن خلينا نقول نعمل هذا العمل. فبنحصل على قيم، القيم هاي أنا بحصل عليها بعد ما أحصل عليها، بعد ما أكون فاوضت المصنع لأدنى حد ممكن، ممكن إني أحطها على الموقع ويستأنسوا فيها استئناس كاستئناس. أما إني أطلع على بلد خلينا نقول المنشأ وأجيب قطعة هاي من السوق المحلي، هذا غلط، هذا لا يجوز. يستمو كتير. في كمان استفسار بتعلق ببدل التراخيص، موضوع الملكية الفكرية. حضرتك حكيت إنه إذا أنا حاصل على ملكية فكرية لوكالة معينة وإجا تاجر تاني بده يستخدم الشعار تبعي مثلا نحكي أو البراند تبعي، هل أنتو كدائرة جمارك تستوفوا بدل السماح له بالترخيص؟ مين اللي بقدر قديش قيمة المبلغ اللي بكم تستوفوه؟ وهل يتم الرجوع لصاحب الملكية الفكرية بهذا الموضوع؟ لقيقة هسا فيه أختي، في مفهوم خاطئ عندنا موجود إنه الملكية ممنوع، عنده سين مثلا عنده ملكية معينة، علامة معينة، ممنوع أنه حدا بالبلد يجيبها. هذا مش موجود بتاتا. إذا كانت الملكية العلامة اللي موجودة أصلية، ما في ما يمنع أنه، يمكن أن نتعدى شوي على مجال زملائي بس كنقطة هاي للفائدة للعلم، أنه لا يوجد ما يمنع أنه أي شخص ثاني يجيب هالعلامة إذا كانت أصلية. هسا الحق الملكية اللي أنا بدفعه، ما بدفعه هون لواحد صاحب داخل البلد، أنا بدفعه للمصنع الأم، للبلد اللي أجت منه البضاعة مثلا، مفهومة؟ ما بدفع هون داخل البلد. يعني مثلا جبت خلينا نقول من المكسيك سلعة معينة، في 5% أو 15% بدل استخدام العلامة أو الاسم تاعها، بكون بالعقد، العقود اللي موجودة بيني وبينهم تثبت أنه هناك مثلا نسبة معينة 5% 15% يتم دفعها مثلا عند بيع البضاعة أو خلال مثلا بكون في اتفاق. فهذا كله أختي مثبت موجود بالعقود اللي موجودة. بس المفهوم اللي يمكن أنت في عندك لبس إنه إحنا قاعدين بندفع خلينا نقول للوكيل القانوني هون صاحب البضاعة، هذا لا، إحنا بندفع ثمن العلامة أو بدل العلامة هاي بدفعها صاحب العلاقة للمصنع الأم أو لبلد المنشأ. اوكي وضحت. طيب كمان استفسار بعد اذنك. هلا في عندنا بالنسبه للعينات الموسومه، هلا لما بتيجي عندك عينات بالذات الادويه الطبيه عينات موسومه، جمارك مرات فعم بيصير معي انه بيحكي لك باخذ 40% من قيمه الدواء الحقيقي، مرات بياخذ 60%. ليه مره 40 مره 60؟ لحد الان هاي ما فيها نص قانوني، هاي موضوع اجتهاد. بس على الاغلب يمكن لانه ليش حصلت حالات معينه موجودة بناء على 60 حالات معينة أقل من هيك، فممكن إنه بيحسبوك أو بيقيسوها عليك بناء على خلينا نقول الكميات الموجودة. أما هي بالأصل اللي هي العينات اللي خلينا نقول المجانية اللي مش مخصصة للبيع، لازم تضام قيمتها أو تضاف قيمتها.
بس النسبة بحكي لك هو بصفي خلينا نقول الموظف قناعة الموظف إنه قديش لازم تكون النسبة من لأنه في حصلت حالات ضمن عقود لهذا الموضوع وبناء على العقود والكميات الموجودة بالعقد هذا بيقيسوا على إضاعتك اللي جاية. سيدي في سؤال اللي بيحكي عن معامل التحويل. هلأ أنتم بتعتمدوا السعر على البيان الجمركي اللي بيكون موجود في البنك المركزي ولا بتعتمدوا على أسعار 3-4 أيام لورا أو؟ ستي إحنا بنحصل على خلينا نقول اللي هي العملات. العملات بالضبط إحنا بنحصل عليها كل بداية شهر من واحد مثلا إحنا سعب 1-6 1-6 ل30-6 هاي معتمدة نطلبها تيجينا مثلا خلينا نقول بنهاية 5 1-6 بنعممها بنعمل فيها تعميم على الموسوعة وبنغذي الأسيكودا فيها. أي بيان بيجيك بتنظميه خلال المدة من 1-6 ل30-6 مثلا بأخذ البيان بأخذ العملة من الأسيكودا احنا بنكون مخزنينها قبل بيومين من بداية 6. متى بتفعل الحكي هذا؟ بتفعل 1-6 من 1-6 ل30-6 يعتمد هذا القيم هاي العملة. ضل عندي أنا استفسار واحد بعد إذنك اللي هو بتعلق لا استفسارين والله استفسارين أنا سوري بس تسمحي لي بهالملاحظة للأسف يعني المادة اللي موجودة معي من هاج القيمة عشان هيك يمكن أنا كنت مستعجل أحاول أني أنجز المادة أنا قاعد بعطيها خلال 5-3 أيام بمعدل 5 ساعات كل يوم ويا دوب أنا قلت الله يقويك يا دوب ويا دوب الله يساعدك ويا دوب انه اكملها فثلاث ساعات كنت شوي مضغوط بالوقت وبدي لسه طبعا في لسه شغلات لسه لحد الان ما حكينا فيها انا بقولهم عندي اجتماع الساعه 2 بدي الحق اسال لانه حتى موضوع مثلا خلينا نقول الفوب والسيف والشغلات هاي هذا موضوع مهم يعني هذا المشكله بنهايه المنهاج فمش مشكله ممكن تتواصلوا معي هاي الست منى موجوده اي حدا له موضوع معين له شيء انا بخلي تليفوني عند الست منى الايميل تاعي اي شيء بتحتاجوه انا جاهز لانه انا حاس انه ما اعطيت الماده كامله خلال هالثلاث ساعات تاعي انا بقول لك انا بعطيها ثلاث ايام معدل 5 ساعات فانا قاعد بحاول امشي فيها مش ضابطه. الله يقويك يا رب. الله يسعدك. الله يسعدك. تفضل كمل. بعد إذنك في عندي استفسار حكينا بتتعلق بقيمة الصفقة. هلا حكينا موظف الجمارك إذا شك بقيمة شغلة معينة أو إنه يسأل. نعم. هلا من ضمن الأشياء اللي أنا ممكن أبرزها لموظف الجمرك عشان أثبت قيمة بضاعتي أو قيمة الشحنة وكتير صراحة أنا عم بعاني منها هاي لما يكون بضاعة عبارة عن عطاء يعني الفاتورة بكون مبين عليها إنه جي دي بي تندر عطاء للمواصفات للشراء الموحد فيعني المفروض إنه لما أحكي أنا عطاء للشراء الموحد يكون إشي رسمي بس يعني موظف الجمرك بضله متشكك إنه ليه طبعا أنا برزت لك العطاء كامل أعطيتك إياه فليه الموضوع تبعي ما بيمشي بهاي الحالة. المشكلة ستي إنه أي وثيقة تتم داخل البلد لا يتم الاستئناس فيها والاعتماد فيها بموضوع قيمة الصفقة. هسا على الوثائق اللي مطلوبة كقيمة صفقة الإيميلات اللي تواصلتي مثلا من ضمن الشغلات الإيميلات اللي تواصلتي مع صاحب المصنع أو صاحب أو الشركة هناك بخصوص هاي البضاعة الحوالات العقود آلية الدفع أي إشي اعتماد مستندي أي إشي اشتغلتي بخصوص هذا الموضوع يعني ممكن إنك تثبتي لنا إياه. هسا ممكن تحكي لي طيب هسا ما هو التكنولوجيا والدنيا وهالحاكي هذا إنه يعني على التليفون على الشات على الوي شات على يعني عدة وسائل متعددة فهذا كله مبدئيا إحنا بنعتمده أي موضوع ممكن إنك تجيبي لنا إياه إيميل سواء إيميل سواء على الوي شات واتساب ممكن إنه نأخذه ونشوف يعني نعتمد عليه في إثبات قيمة صفقتك فما في أي مشكلة أي وثيقة مقدمة من عندك تمت بخصوص هاي البضاعة ممكن إني أستأنس فيها. موضوع خلينا نقول العطاءات المشكلة هاي شغلة داخلية داخل تتم داخل البلد بعد وصول البضاعة ممكن إني أستأنس فيها كاستئناس في تحديد قيمة مثلا البضاعة
باخذ منحنى انه مثلا ممكن انك تكوني مش بعيده عن القيمه الحقيقيه او مثلا بعيده عن القيمه ممكن كاستئناس، اما انها معتمده عندنا موضوع العطاءات لا. يعني انا ممكن اطبع الايميل اللي كان بيني وبين الشركه وارفقه بالمعامله؟ طبعا طبعا، هاي هو يفضل يفضل انه مش طباعه، يفضل انه مثلا اذا حصل خلاف لا سمح الله على موضوع القيمه انه انت تجيبي اللابتوب عندنا على شؤون القيمه وتقولي ان هاي المحادثات من اول ما بلشت، لانه لا سمح الله في ممكن انه يعني شكوك انه مثلا ايميل انشطب ايميل كذا، هذا طبعا احنا ما بنعمم، احنا بنقول ممكن يكون في ايميل انشطب بالغلط ايميل كذا، فممكن انه يكون في نقص بالوثيقه اللي صاحبيتها انت، فبالحاله هاي انا بعتمد الايميل نفسه، بتابع الايميل بشوف من اول ما بلشت تتواصلي مع هذا المصنع لحد ما انهيت الصفقه، بالاضافه لموضوع خلينا نقول الخصم والبونصات اللي حكيتي عنهم كله بكون هذا مثبت بالعقود اللي موجوده عندك. يسلموا سيدي. اخر استفسار، بلشنا بالمحاضره على اتفاقيه الجات والدبليو تي او الورد اورجانيزيشن، هلا حكينا على منظمه الجمارك العالميه موجوده في بروكسل، هلا بروكسل هي بس بتحدد القيمه ولا بتحدد بند جمركي، ولا بناء على البند الجمركي بتحدد القيمه؟ ستي اللي بتحدد كافه الاعمال من بند من علامات، احنا شو حكينا يوم حكينا عن الدبليو تي او قلنا بتختص ما بتختص، هناك مثلا الجات كانت تختص بموضوع السلع فقط، اما هون عندنا بتختص بالسلع بالملكيه بالعلامات بالخدمات اي شيء بيختص بتختص فيه المنظمه. شكرا سيدي واخذ من وقتك. شكرا شكرا، حياك الله، اهلا وسهلا فيك احمد بيك، الله يعطيك العافيه. شكرا لك.